اهلا وسهلا اعزائي المتابعين والمتابعات من كل مكان. يعني لما نقول الدين حول الدين الاسلامي لاني انا من خلفيه اسلاميه لا اعرف الكثير عن المسيحيه. اهلا ابو القناعه حبيبي عزيزي. بما اني انا من خلفيه اسلاميه وارى وانا لا اخشى ان اقول هذا الكلام أن الإسلام أو التراث الإسلامي في هذا الوقت أو في هذا الزمن هو من أخطر الأشياء على البشرية جمعاء. أنا سبق لي أن شرحت هذا مرارا وتكرارا وسأبقى أشرحه وأفصله وأبلوره معكم. عندنا نعم عندنا تدخلات بتاعت أنيس شوشان صديقنا، وعندنا حوارات محمد صالح سأبثها يعني باستمرار في حلقات قطار الليل مع نبي الفن، وعندنا الشعر، وعندنا حتى موضوع ساخن أو شائك أو جد معقد، موضوع كنت أريد أو حاولت أن أتجنبه ولكن الكل يسألني لماذا يا رضوان لا تتكلم على اغتيال أو استشهاد قائد حزب الله اللي هو حسن نصر الله، لأن هذا الموضوع واسع وأنا ما عندي وقت لكي أسحبكم بمعلومات جديدة، لأن هذه القناة قناة تقريبا أو تميل إلى الثقافة أكثر من أنها يعني تتطرق إلى مواضيع اللي هي الأكتواليتي أو أحداث أو حدث اليوم كما يسمى باللغة العربية. هذا يحتاج يعني كيف نقول مجهود جبار، وتحتاج أن يكون عندك طاقم، لأن الخطورة هي أن تمرر بعض الأخطاء بلا وعي. ولكن سنتكلم على حسن نصر الله اليوم. أنا أظن 10 دقائق إلى فتنا 15 دقيقة. معنا دائما أو غالبا صديقي وعزيزي أبو عصماء، واستدعيت صديقنا ناصر منصور، صديقي منصور ناصر، لأنه عنده قناة فريدة من نوعها كما قلت سابقا، ورأيته أنه تطرق إلى هذا الموضوع يعني أظن 3 أو 4 مرات رأيته يعني في العمق وفي العمق وفي الوسعة كيف نقول والعرض في العمق والعرض. أهلا حبيبي أبو عصماء، كيفك حالك حبيبي؟ مساء الخير نبي الفن، تحية لك وتحية للأصدقاء الموجودين معنا، أتمنى للجميع سهرة ممتعة ومفيدة بنفس الوقت. شكرا على وجودك معنا حبيبي. أنت ستتحفنا، يعني أنت من يعني شكلك من خلفيتك يعني أنت من لبنان. صحيح. نعم أنت من لبنان وأنت أدرى بما يحصل هناك. سننتظر يعني ناصر أو منصور ناصر هو في الطريق لكي يلتحق بنا لكي تحطنا في السياق، لأن يعني مش الكل فاهم ماذا يجري في لبنان وما علاقة لبنان بالحرب التي تشن الآن يعني بين إسرائيل وحماس إلى آخره. سنتطرق إلى هذا الموضوع. هل تعرف أنت شيء من الإيقاعات الموسيقية الجزائرية أبو عصماء؟ أنا عاشق للموسيقى والفن الجزائري ولكن دون الدخول بتفاصيلها، فيكفيني أن أسمع الموسيقى الجزائرية بإيقاعاتها المميزة ونغماتها الجميلة العميقة التي تدخل الروح بكل معنى الكلمة لكي أستمتع بها. مش دائما تعرف الواحد لازم يعرف مكونات الطبخة كي يستمتع بها، مرات الثقة مرات بتكون موجودة خاصة لما تأتي من يد الكرام. يعني اليوم لما عدوك بيشيل أمورسو أو أي شغلة يضعها في فمك، فأنت بطبيعة الحال لن تتقبلها قبل أن تعرف هل هي من الموز أو من السم أو من المخدر، إنما لما الحبيب عادة يعطيك شغلة وأنت مغمض عينيك تتقبلها. وهكذا هي الموسيقى الشمال أفريقية بنفس الطريقة، تستمع إلى دون وتدخل روحك دون أن تسأل ما هي أو ما معنى الكلمات التي لم تفهمها لأنك تظن بها الحسنى. أمثلتك والله رائعة. سأحكي لك نكتة قصيرة حصلت معي بكونغو، وأنا كنت دخلت إلى الجونغو، كيف نقول باللغة العربية الجونغو، هذه الغابة الكبيرة في كونغو، الأدغال نعم في نورت كيفو، وكنت مصطحب، كان معي الفنان الكبير يسمى بجوبيتر، ممكن أن تجدوه على الفيسبوك وعلى المواقع
التواصل الاجتماعي، يعني مغني وفنان كبير جدا. المهم دخلنا الى الاذغان، فلما سرحنا مرة وكنا نتغدى أعطاني بعد كيف نقول البذور هذه الصغيرة، فأنا قلت له بالفرنسي سيكويسا، فقال لي il faut goûter، يعني لا تسأل، عليك أن تتذوق، عليك أن تتذوق. وكانت بذور هائلة جدا حبيبي. لكن بحالة البذور أنا من طرفك مش من طرفه، أي شيء له خصة بالبذور على الرغم من الثقة لازم الشخص يسأل. ففي عندك المفعول بأحد الأطراف وعندك الحساسية أو الأليرجي في الأطراف الأخرى، يعني هذه الثقة في غير محلها يا رضوان. لا تفضحني. كانت بذور تهلوس. نعم، ما أنا عامل لك هناك شعرة معاوية ما بين الثقة والسذاجة، يعني عرفت كيف يعني. لا، هذا الفنان أعرفه يعني من زمان، وأعرفه يعني يتطرق، هو يستعمل أعشاب كثيرة كأيواسكا، وأنا جربت هذه الأشياء تقريبا كلها أو معظمها إلا هذه البذور الإفريقية، ولكن كانت يعني أمسية ونهار جميل جدا. نعود إلى الإيقاعات الجزائرية. أنت فضحتني يا خرب بيتك. هذه صديقة فنانة من الجزائر تشرح لنا بعض الإيقاعات الجزائرية، ابقوا معنا. عندنا احنا نقولوا الشعبي الجزائري يتغير شوية على الشعبي المغربي. كاين لا شونسون كي لا في صافي الشعبي الجزائري، وعندنا الرومبا، وعندنا كيما نقولوا حنايا الصيفي، وعندنا العلاوي. تذوقت الإيقاع الجزائري يا أبو عصماء. يا إلهي، ملاحظتين سريعتين. نعم. أول ملاحظة، كم أنت جميلة أيتها الجزائرية. واو. كم أنت مميزة وكم أنت رائعة، رائعة للعين والقلب والأذن في آن واحد. مش معقول هالمرأة الشامخة اللي ما مليئة بنفس الوقت بالقوة وبالنعومة والأنوثة في نفس الوقت، كم هي جميلة ومميزة. هذه من ناحية. أما من ناحية الإيقاعات، فواحد ما بيعرف حاله حيستمتع ولا يشعر بالغضب، نظرا أنه يا أخي انظر من كمية الإيقاعات كم هذه الثقافة الجزائرية ضاربة في العمق وفي التاريخ، وفي لحظة معينة يقرر إتباعها بثقافة وحضارة أخرى لا تستحق كلمة حضارة. وما يؤلم من هذه الناحية أنه يكونوا أهل هالثقافة هني عم يطمسوا حضارتهم، يقول لك اخويا احنا عرب، عرفت انه يعني يا اخي طلع بعظمه ثقافتك وحضارتك، كميه مهوله من الايقاعات. يعني انا كنت منتظر لما
بلشت انت تعرض لنا رح شوف ايقاع اثنين ماكسيموم ثلاثة. انت عم تحكي عن ريبرتوار كامل، عم تحكي عن 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 قائمة متكاملة من الايقاعات اللي انا بلعب جزئيا ايقاع ولم اعرف واحدة من هذه الايقاعات. يعني فعلا هي ايقاعات اصيلة بهذه الامة، بهذا الشعب وبهذه الحضارة. فعلى قدر ما واحد يستمتع فيها، على قدر ما يحزن من ناحية طمسة والحق بحضارة اقل منا بكثير. وهي أعطت والله صدقني نبدأ من الإيقاعات الجزائرية، يعني مش المقامات والإيقاعات كلها. أنا رأيت صديقنا منصور دخل إلى الاستوديو واختفى، ممكن لعله عنده عطب تقني، سنرجو أن يتدخل أو يدخل مرة أخرى. إذن الاستنتاج هو رضوان ما تكون سارج ولا تتذوق أي شيء وخاصة البذور، ولكن في الموسيقى والثقافة يعني آمل الثقة وبعينك غامضتين وتفتح أذنك وتتمتع بهذه الإيقاعات. إلا فيما عرضت يا رضوان، لا يجب أن تفتح عينيك، لأنه هذه العازفة الجميلة التي تشبه الفرج تشبه الملكات بكل معنى الكلمة أبهجتنا إيقاعا ومنظرا بصراحة. أنا إذا بقيت معنا وأرجوك أن تبقى معنا إلى حد نهاية الحلقة، عندي لك شاعرة ولسانية يعني في اللغة العربية اسمها مرام، وأنا أقول لك يا أبو عصمة يعني بصراحة بيني وبينك يعني، ولكن لا تقول لي أحدا، أنا والله لا أعرفها ولكن بدأت أعشقها ولا أدري كيف أتصل بها. أنت سريع العشق يا رضوان، وهذه من إحدى ميزاتك الأساسية، أنت أخذ بطولة العالم في سرعة العشق. طبيعتك المغرمة أنت تذكرني بأغنية لفيروز تقول فيها أنا عندي حنين ما بعرف لمين. أنت تتهمني الآن في واحد من القناة اتهمني بأني أنا أحب القصص القصيرة، قال لي هكذا وما فهمت. لا أنا لم أقل هذا. أنا أنت كما يقولون بالإنجليزية you love to love. yes 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 PMMA أنت تحب أن تحب. فأنا هذا ما أقول، لا القصص قصيرة ولا القصص طويلة. بمنطقة أعراض مثل ما بيقولوا الصعيدة. من أهل مصر، أهلا وسهلا ليمبوس وأزول ونعيمة، أهلا وسهلا، تشرفنا وتنورنا عزيزتي. هذا وأنا معك عن جد أبو عصماء، لا تضحك علي والله يا مرام، أنا عشقتها يعني، ولكن أنت ستراها وترى حتى مخارج الحروف. وعندي أنا في اتصال مع أنيس، هذا الولد الذي له حكم ومقالات، هو يشاركنا في القطار كل حلقة، يتحفنا بشيء وهو يسلم عليك، واكتشفت حصل التواصل بيني وبينه، واكتشفت بأنه من تونس، وأنا سألتقيه في نوفمبر، في نوفمبر سأدرس في تونس وعملت مع موعد لكي نتقابل. إذن هذه الحلقة ستكون أو البرنامج في القطار سيكون رائع، يعني الألوان المختلفة من فن ولغة وقضايا سياسية، ليش لا؟ وكما قلنا يعني باختصار هي الدين دنيا وحب وشغف وحياة. نعم، في انتظار صديقنا، لأن عندي مواد كثيرة معرض علي هنا، في انتظار صديقنا منصور، أنا أريد أن أطرح عليكم سؤال، وهو يبقى معنا أبو عصماء، أنا لأن المواد كثيرة عندي فأنا كنت مرغم أن أنزلك. نعم، ماذا أعرف أنا عن مثلا نصر الله، حسن نصر الله الذي اغتيل أو قتل في لبنان، هو كيف نقول الشيف البيك بوس بتاعت حماس، ماذا يحصل هناك، ما العلاقة ما بين الذي يحصل في غزة ومع لبنان، هل اللبنانيين كلهم ينتمون إلى هذا الشخص، هل أنت تراه، وأريد أن أرى التعليقات على لايف تشات، أنت ترى حسن نصر الله كمقاوم وقدم شيء للإنسانية أو للبنان شيء عظيم جدا، يعني يقاوم العدو وما أعرفش إيه، أو أنت تراه إنسان يعني لخبط الدنيا وما فيها كما فعلت حماس في غزة؟ ما رأيك؟ ورأيك يهمني، فاكتب تعليق قصير يعني ما يكون في 4 أسطر لكي يكون بإمكاني أن أنشره.
ماذا تعرف عن حسن نصر الله؟ هل تراه أنه مقاوم ومكافح وجد، يعني في كان جدا في خدمته، أو تقول لا أنا فرحان باغتياله لأن باغتياله ستنهار منظمة حزب الله وسنكون قريب للصلح، المنطقة أو الدول العربية المجاورة لإسرائيل يكون يعني أقرب للصلح والسلم والسلام الشامل. أنا لا أعرف، عندي قطعة طلبت أنا من بي بي سي العربي تعطينا نبذة عن حسن نصر الله، من هو، أين ولد، ويعني في 4 دقائق يشرحونها بطريقة جميلة، ابقوا معنا. نصر الله رمز مقاومة بنظر مؤيديه وفي نظر أعدائه زعيم منظمة إرهابية يخوض حربا بالوكالة عن إيران. فمن هو حسن نصر الله؟ ولد نصر الله في 31 من أغسطس آب عام 1960 في العاصمة اللبنانية بيروت، في أحد أكثر الأحياء فقرا في الضاحية الشرقية لبيروت. درس في لبنان والعراق وإيران، وبدأ حياته السياسية في صغره، وتم تعيينه مسؤولاً تنظيمياً لبلدة البازورية في حركة أمل. تولى نصر الله مسؤولية القيادة السياسية في وادي البقاع في حركة أمل، وأصبح عضواً في المكتب السياسي في الحركة التي كانت تحظى بدعم إيران. وبعد عدة أعوام انسحب نصر الله مع مجموعة من المسؤولين والكوادر في حركة أمل، ساعين للانضمام إلى حركة جهادية متأثرة بفكر آية الله الخميني قائد الثورة الإسلامية في إيران، ليتم تشكيل أمل الإسلامية المدعومة من الحرس الثوري الإيراني في البقاع. ومع الوقت تصدرت المشهد الشيعي لتؤسس قياداتها ما يعرف الآن باسم حزب الله. بعد انضمام نصر الله إلى صفوف حزب الله الذي كان في طور التأسيس متبنيا نظرية ولاية الفقيه والتي وضع أساسها الخميني، تسلم نصر الله مسؤولية منطقة البقاع في الحزب حتى عام 85. في عام 87 تم استحداث منصب المسؤول التنفيذي العام للحزب، حيث جرى تعيينه في هذا المنصب إلى جانب عضويته في شورى القرار وهي أعلى هيئة قيادية في حزب الله. في عام 89 غادر إلى مدينة قم في إيران وأكمل الدراسة هناك، ولكنه عاد بعد عام واحد لينخرط في العمل العسكري حتى نهاية الحرب الأهلية اللبنانية عام 1990. في عام 92 تم انتخابه بالإجماع من قبل أعضاء الشورى أميناً عاماً للحزب خلفاً للأمين العام السابق عباس الموسوي والذي اغتالته إسرائيل في جنوب لبنان. وكان لنصر الله دور بارز في تحويل الحركة إلى العمل السياسي إلى جانب أنها قوة عسكرية في البلاد، كما أن له علاقة قوية بالمرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي. في عام 2005 اغتيلت الشخصية السياسية السنية الأهم في لبنان، رئيس الوزراء رفيق الحريري. حسن نصر الله أنذاك وجه أصابع الاتهام إلى إسرائيل. أنا وعدت بعقد مؤتمر صحفي أقدم فيه مؤشرات ومعطيات تفتح آفاقاً جديدة في التحقيق وتساعد على اتهام العدو الإسرائيلي باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. لاحقاً في عام 2020 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أحكاماً بحق سالم جميل عياش العضو في حزب الله بقضية اغتيال الحريري. بعد اغتيال الحريري بعام اندلعت حرب يوليو تموز 2006 بين إسرائيل وحزب الله، عندما قامت إسرائيل بحملة عسكرية جوية مكثفة. أعقب هذه العملية توغل بري، ورغم ذلك فشلت إسرائيل في تحقيق أهدافها التي كانت تتمثل في تحرير الجنديين الأسيرين وسحق حزب الله عسكرياً. توسع نفوذ حزب الله بقيادة نصر الله بعد حرب تموز. دخل حزب الله طرفاً في الحرب السورية بعد دعمه النظام السوري عسكرياً ضد المعارضين. في أغسطس آب عام 2020 هز انفجار عنيف مرفأ بيروت. أدى هذا الانفجار إلى دمار واسع في العاصمة وتسبب في مقتل أكثر من 200 شخص. وعندما بدأ القضاء اللبناني التحقيق في دور كبار المسؤولين طلب استدعاء شخصيات سياسية حليفة لحزب الله، ولكن نصر الله اعترض على التحقيق محذراً من تسييسه. عام 2023 دخل حزب الله اللبناني على خط الحرب الدائرة بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة والغلاف المحيط به، بعدما قصف حزب الله منطقة مزارع شبعة التي يعتبرها لبنان أرضاً محتلة، وإعلانه تأييد حركة حماس بعد تسلل عناصرها عبر الحدود الإسرائيلية. هذا جزء من الحرب الإسرائيلية الصهيونية الأمريكية على فلسطين وعلى لبنان وعلى سوريا وعلى المنطقة وعلى شعوب المنطقة. نعم، هذه كانت نبذة من زملائنا بي بي سي، هم مشكورين حول النصر حسن نصر الله، نشأته وماذا يجري يعني بعجالة وباختصار ماذا يجري في لبنان وماذا جرى في لبنان. أستاذي منصور، منصور ناصر، أهلا وسهلا. أنا أرى بأنك تركت مقعدك. لا يعني نقول بالدارجة الدنيا هانية، إيزي، نحن إيزي هنا. شكرا، شكرا، أنا أشكرك دائما حبيبي عزيزي.
يعني لتوفير لنا هذا الوقت وهذه الطاقة لكي تحطنا أنت وأبو عصماء يعني في سياق يعني أنا أظن غالب الجمهور والمواقع أسفله لا ندري يعني بالتفصيل ماذا يحدث في لبنان وما علاقة لبنان وحزب الله مع الحرب التي هدمت ولازالت تهدم هذه المنطقة. أبو عصماء أنا أقول القطار الآن في يدك وأنا سأستمتع وأكتفي بدورك مودريتور أو كيف نقول مدير هذه الحلقة. تفضل أبو عصماء. شكرا، برحب فيك مرة تانية وبرحب السيد منصور، متعة وشرف كبير أنه يجمعنا بس واحد، ونتمنى البث يكون ممتع ومفيد بنفس الوقت للجميع. تحياتي لك سيد منصور. تحياتي صديقي، أهلا وسهلا، تشرفنا بحضورك والحوار معك. الله يخليك. مغادرة رضوان قلنا غريبة جدا اختفائه، فنحن مش لا 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 أنا معكم، أنا معكم أسمع وأرى. سؤالي أول لك يا أبو عصماء، هذا التقرير بتاعت بي بي سي وهما مرة أخرى مشكورين يعني يتفاعلون معنا بطريقة إيجابية، هل يعني كافي لكي يحطنا يعني في السياق لنبدأ؟ هلا بطبيعه الحال التقرير اللي مر يعتبر كافي ووافي من ناحيه البيوغرافي، يعني من يريد ان يعرف معلومات عن سيد حسن نصر الله فهذه معلومات، اين ولد، السنه، المكان، تحصيله العلمي، تدرجه الحزبي الى ان وصل الى ما وصل اليه، ولكن بطبيعه الحال ما بيقدر يعطي بالحد الادنى الخلفيه عن افكاره، عن الكاركتر تبعه، عن طباعه، عن الكاريزما تبعه، عن ما وفق به وعن ما لم يوفق به، بس بشكل عام يعني كتقرير ايه بيعطيك الفكره بالحد الادنى، كما لو عم تطلع الى ثقافه اخرى تقول من هو تشي جيفارا، فساعتها بيقول لك عن بيعطيك معلومات عنه، انما بطبيعه الحال لن تكون معلومات بالعمق. في اليوم الذي كانت هناك يعني خبر او شبه خبر اغتيله، هل هو اغتيله، هل مات، هل استشهد حسن نصر الله، رايت يعني كنت اتسوق على الانترنت، رايت يعني شقين، يعني انا اتكلم دائما حول الشعوب العربيه، نصف كان فرحان يقول لك نحن قريبين الان للسلم مع اسرائيل، والشق الاخر الاكبر كان يبكي ويشكر ويقول هذا انسان كان جدي وسنفتقده، لعب دور كبير في المقاومه وما في واحد يعوضه. ما حقيقة هذا الكلام أبو عصماء بموضوعي؟ بطبيعة الحال لا على الصعيد المحلي ولا على الصعيد الإقليمي ولا حتى الدولي يوجد شخصية يجمع عليها الجميع. من هم عشاق السيد حسن نصر الله هم عشاقه حتى الموت، ومن يكرهونه حتى الثمالة، ولكن الكلمة حق تقال، لا يوجد اثنان يختلفان على الكاريزما تبعه وعلى أهمية وتميز شخصية هذا الرجل بشكل جدا موضوعي، أحببته أو لم تحبه لا شك أنه رجل خطيب مفوه يملك من الشخصية الكاريزماتية ما قل نظيرها بصراحة. وهو سياسي محنك يقال عليه. مش لا 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 مش سياسي لا خطبي محنك. خطبي. هناك الفرق بين السياسي، لأنه هو بطبيعة الحال لما يكون الباك جراوند تبعه بشكل أساسي باك جراوند ديني، من الصعب أن تجمع الباك جراوند الديني بالسياسي بشكل تام. هو جزء من حياته كان عسكري وقاتل على جبهات، وجزء منه هو ديني، اجتمع اثنان لتضيف عليهما السياسي. ما بعرف، لازم استاذ منصور لازم نسمع صوت متشوقين. يعني سؤالي لمنصور، الاشياء انا يعني بطريقه سطحيه، انا خارج من هذه المنطقه، انا الذي استغربت منه ان أنا أعرف بأن السنة تكن عداوة يعني بصفة عامة للشيعة والعكس حتى هو صحيح، ولكن في لما طلع الخبر وتأكدنا بأنه اغتيل، يعني رأيت يعني حتى معظم أهل السنة يشكرونه ويبكون عليه، يعني كيف تشرح هذه الظاهرة منصور؟ وسأخليك مع أبو عصماء إذا عندك أنت تدخل مع أستاذ منصور يعني جوات. أنا ما أنا بالعكس أعتز بهذا الحوار، بس أنا ما من تقصد بالسنة اللي كانوا يتأسون على حسن نصر الله؟ كنت أرى يعني الناس فقهاء من أهل السنة والجماعة يقول لك يعني يا خسارة سنفقد رجل، فقدنا رجل كبير يعني في مقاومة دولة إسرائيل مثلا.
ما اعرفه، انا ما تابعت بصراحه، لان هو المشكله حسن نصر الله هو رجل عنده اعتماد ديني، وهو من ممثلي الاتجاهات الدينيه والاتجاه الذي يدعو الى اقامه دوله اسلاميه، وهذا قالها علنا في وقت مبكر. فالرجل هو من ضمن هذا المناخ، وهذا المناخ هنالك هو خطاب شعبوي بالكامل، وهنالك حاضنه شعبيه لهذا الخطاب. استثمر مثل ما استثمر هذا الموضوع سيده هو ومرجعيته السيد الخميني وبعد ذلك خامنئي، فهو رجل ضمن هذا الخطاب وضمن هذا التيار، وكان ممثل هذا التيار، وجزء كبير من كاريزما الخاصة به تنبع من هذه الأهمية. وكما قال صديق أبو عصمة، هو رجل ما عنده، ليس محنكا، هو مجرد خطيب، وخطيب إلى درجة كبيرة، فيه درجة كبيرة من السذاجة، وصحيح هو يبدو ذكي ويدعي أنه ذكي دائما، لكنه في النهاية تمت التضحية به كأي قربان من قرابين الشيوخ الدين أو ولاية أو الفقيه الأكبر أو الفقيه العسكري بتعبير أدونيس. هذا الفقيه العسكري تضحى به باعتباره هو قربان لمشاريعه وأحلامه الربانية الإلهية، فبالتالي هو دفع ثمن هذا الشيء بغباء من قطع النظير، وظل متابعا ووفيا لسيده وآمره و وشيخه الأكبر خامنئي. هذه هي الحقيقة. الرجل أنا ربما كنت أتمنى يصرخ لحظة وجوده في الطابق الثامن أو الثامن عشر تحت هذه البناية التي قتل فيها، أن يعبر عن خيبة أمله، أو خيبة أمله من بمن اتكأ عليه وحاول واعتقد بأنه سيضحي أو سيدافع عنه، لكن الحقيقة كانت أكبر من كل شيء. الحقيقة اللي لبس أكدتها أقوال قبل مقتل بشهر أو أكثر، عندما قال هاي مسألة شرف، مقتل هنية مسألة شرف وإيران سترد، لكن هاي طلعت ليست مسألة شرف، طلعت قضية الولي الفقيه تصرفاته وقراراته أعلى من مسألة الشرف، أنه تجاوز كل شرف. وهذه الحقيقة، يعني هاي الحقيقة المرة التي يتكبلها. وما أعرف بعد ذلك صرح تصريح، قال إحنا بالضبط، قال كلمة ما أذكرها بالضبط، قال إحنا يعني قال احنا نتبع ما يقال، ما لنا علاقه، ما نناقش، ما معنى، ما اتذكر بالضبط عبارته. قال احنا ما اتذكر، يعني ما تابع تفاصيل هذه الامور، لكن هو عموما هؤلاء هم فكره التبعيه، فكره سماع ولي الامر بالتعبير الشيعي الفقيه، ولي الفقيه هي فكره استبداديه تستعبد الناس، تلغي حضور الناس، تلغي ارائهم، تلغي عقلهم، فبالتالي هو واحد من هؤلاء، هو مجرد تابع. إذن يعني من خلال كلامك هل فهمت جيد بأن أن حزب الله يعني كمؤسسة ومنظمة مقاومة هي لها ولاء للإيران لخامنئي، وتنفذ ما يقوله الخامنئي، يعني هذا الفقيه الكبير، هذه أولا. ثانيا، أنا سمعت ناس يقولون يعني مجرد أو باغتيال حسن نصر الله حزب الله تدمرت الآن ونحن قريب من السلم. طبعا هو حزب الله، أنا لا يعني مسألة كما قال صديق أبو عصمان، أو سمعت اليوم كلام عن أنه يقال بأنه إحنا هاي من سنوات يقولون بأنه معركتنا مع إسرائيل هي معركة وجود لا حدود. بالحقيقة الآن المرة أن إسرائيل تخوض معركة الوجود لا حدود وليس نحن، ونحن الذين نحاول أن نتنصر من هذا الشيء. الآن إيران تحاول تتنصل من هذا الموضوع الذي رفعته شعاراً وشكلت فيالقة من أجله وشكلت حرس ثوري ودمرت المنطقة باسم هذا الشعار، والآن هي تدفع ثمن هذا الأمر، والآن هي بالحقيقة في ورطة كاملة، في ورطة في هذا المشروع. الورطة جوهرها ليس ما تواجهها شعوبنا المنكوبة بهذه الميليشيات التي سيطرت على العراق ودمرت العراق وسوريا، مع ميليشيات أخرى إسلامية أيضا طبعا هي داعش وجماعتها، ودمرت لبنان. وهذا الدمار الآن لا يعني إيران شيئا ولا الفقيه، لكن المشكلة أنه نتنياهو والسياسة الردع الإسرائيلية الجديدة تبعت مفهوما مختلفا، وكانت سياسة يعني يسمونها يعني استراتيجية يسمونها قص العشب. القصر العشب انه يعني قلل اثار هؤلاء هاي الميليشيات المحيطه باسرائيل، لكن الان بعد 7 اكتوبر اللي صارت السياسه هي البتر والسحق والتدمير الكامل، وهذا اللي شفناه في تعاملهم مع حماس، والان تعاملهم مع ايران المواجهه المباشره. الان لم تعد ايران بعيده عن
يد إسرائيل. نعم، هذه خطوة تالية، ولكن الذي أريد أن يكون واضح وسأطرح هذا السؤال على أبو عصماء. أبو عصماء، أنت قلت يعني هو مش سياسي محنك، لكن خطيب مفوه، أنا أترجمه بأنه هو بوق، كما قال أستاذ منصور، بوق لإيران ولخامنئي. السؤال هو، هل موت نصر الله يعني نهاية حماس؟ لا، نهاية حزب الله؟ لا، أبداً أبداً. هلأ هو خسارة كبيرة، من يستطيع إنهاء حزب الله هو من أوجد حزب الله. حزب الله ليس حزباً سرمدياً، لم يكن أزلياً ولم يكن يكون أبدياً. حزب الله له بداية معينة ومعروف نشأته ومعروف من أنشأه، من جند ومن ضخ مليارات الدولارات ومن أنفق من جميع أنواع المجهودات والإنفاقات كي جعل هذا الحزب، وما لا ينمو يموت. قطع الأكسجين عنه لن يستطيع بنفس الزخم، لا عقائديا ولا تسليحيا ولا من ناحية المعاشات. ذكر أن حزب الله إجا بتوقيت معين بضخ مالي لجند بسطاء العقول اللي كانوا معدمين ماديا، فعمل لهم رواتب وعلمهم حتى على الفساد. يعني اوريدي السي في تبع حزب الله عبر هالسنوات كلها من ناحيه منين يستخدم الدراهم والنقود، هي من بيع المخدرات، هي من التجارات الغير شرعيه. لم يدع حزب الله خطا احمرا الا وتخطاه من تجاره المخدرات والامور الغير الشرعيه كلها سوا. لانه عملية نقول أنه هذا حزب عقائدي ديني، طبعا هذه مهزلة، لأنه أوريدي الفكرة التي يقوم عليها ما في إلى أي محرمات، هي عبارة عن إمبراطورية فارسية امتطت على الإسلام الشيعي لتجد لنفسها مكانا في هذه المنطقة. التقصد لكي نوضح أكثر أن من أوجد حزب الله هي إيران بطبيعة الحال، بطبيعة. وهذا ليس سرا، لا مثل ما تفضل الأخ منصور قال لك في الثمانينات عندما كان بعده شاب نصر الله، أنا قال أنا جندي في جيش سيدي الولي الفقيه ونائبه الأمين في هذا الزمان السيد الخميني، ومن بعده ومنذ سنتين أو ثلاثة قال نحن هذا ليس سرا، فنحن معاشاتنا وتدريبنا وأوامرنا وكل شيء تأتي من إيران، وهذا ليس سرا وهذا أمر لا نستحي به. إذا بعدين كان عم بيقول الأخ منصور قال إنه إيران لا تكترث في الدمار أينما حل، أنا أضيفه من الشعر بيتا، إيران هذا ما تسعى إليه، يعني إيران بتشبه الأعصار أينما يمر عادة لا يخلف إلا الدمار، لأنه المنظومة التي تعيش على الخمس وعلى زواج المتعة وعلى كل هالمهازل هي كلها بحاجة تدمر جميع أنواع الحضارات والعقول المفكرة، يا تقتلها يا تهجرها، ولا تريد إلا طبقة من الناس الممسوحة الأدمغة ولو بالحد الأدنى كي يدفعوا لها الخمس وكي يتصرفوا معها بما يشبه بار الدعارة الكبير. فبطبيعة الحال مرقت على أعظم حضارات بدءا من العراق ومرورا بسوريا واليمن، طبعا أوريدي وضعها منتهي، وصولا إلى لبنان. ما يسمى بالهلال الشيعي، ما يسمى بالهلال الشيعي لا يمكن أن ينمو إلا عبر سحق وتدمير البنية التحتية بالكامل. إيران بهمة تحكم الأرض المحروقة. للأسف أستاذ منصور، ممكن يعني أنا كخارج من هذه المنطقة أن أرى أن أشبه إيران كالأكتوبوس، كيف نقول هذا الأخطبوط اللي هو أيادي في سوريا وفي العراق و في لبنان وفي إسرائيل أو في فلسطين إذا شئت. أنت قلت يعني مقاربة نتنياهو هي مقاربة جديدة بعد 7 أكتوبر، هو أن تبتر يعني تعمل الأمبوتيشن لهذه الأيادي، وفي نفس الوقت نرى بأن يعني مجرد قتل حسن نصر الله أنت ما قطعت أي شيء يعني من أيادي الإيرانية. يعني هل هذه السياسة يعني ستخرجنا إلى شيء، ستقربنا فعلا إلى السلم، أم دخلنا الآن في حرب يعني طويلة المدى؟ ما بالضبط سؤالك ممكن؟ بالضبط سؤالي أن أنت قلت يعني المقاربة نتنياهو هي أن تبطر أيادي، تقطع أيادي إيران. تمام. نعم، ولكن في نفس الوقت نقول يعني مجرد أن نقتل حسن نصر الله هذا لا يعني بأن حزب الله انتهت. أنا أعتقد هذه النظرية منتشرة طبعا كثيرة، لكن هاي النظرية مشكلتنا الآن في رأيي أننا نفكر بمعايير ومقاييس حقبة العقود الماضية. كثيرون يقولون حماس فكرة أيديولوجية لا يمكن القضاء عليها، حزب الله فكرة أيديولوجية لا يمكن القضاء عليها. أنا أعتقد هذه أوهام،
تم نشرها عن طريق الإعلام وتحولت إلى حقائق وقناعات راسخة بين كثيرين. هذا الذي يحدث الآن علينا أن نفهم يحدث بشكل وبأسس وبمنطلقات وبقيم ومبادئ مختلفة جذريا عن كل ما حصل. علينا أن نغير من قناعاتنا الراسخة القديمة فكرة أن هنالك حركات أيديولوجية لا يمكن القضاء عليها. هاي فكرة أنا أشك بها، بالعكس هذا ممكن جدا، والذي يحصل الآن هو هكذا. هذا بالضبط. أنا مثلا عندي اعتراضات كثيرة، مثلا وأنا أتفق مع أبو عصماء فكرة أنه هذا الإيران مع حرق البنية التحتية وتدمير الشعوب وتدمير الدول أتفق معه، لكن أنا مشكلتي وين بالتسمية؟ أنا دائما أراقب المفاهيم وأحاول أن أفهم هذه المفاهيم. هي القضية ليست إيران، هناك خطأ أنا أعتبره كبير جدا، وأيضا هناك خطأ آخر هو أن المسألة الأخلاقية ليست معيارا. كيف؟ حتى أوضح الموضوع. انه قضيه هي ليست يعني قضيه، هنالك حرب دينيه اصوليه ضد الحداثه وضد العلم وضد اي 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 مظهر من مظاهر الحداثه. هنالك صراع بين الحداثه وبين الدين، هذا جوهر الصراع حتى نفهم الصوره جيدا. بدون ان نفهم هذا الاساس لن نستطيع ان نفهم شيئا. وبدليل انه الان ولايه الفقيه هي ليست ولايه الفقيه الشيعيه، لا، هي جزء من الصراع الاصوليه ضد الحداثه وتغول الحداثه بصراحه. صراحة التغور الحداثة والعالم الحديث على حساب العقول أو العقلية الدينية أو العقلية الأخروية أو القروسطية. فبالتالي هو هذا محور الصراع أو هذا جوهر الصراع. فبالتالي عندما يطلع الولي الفقيه أو عندما يخرج الخميني ويظهر لديها أتباع في العراق ويظهر لديها أتباع في لبنان ويظهر لديها أتباع في دول أخرى، فهذا هو جزء من جوهر الصراع بين الطبقة الدينية المهيمنة في مجتمعاتنا والطبقة أو العالم المعاصر الذي بدأ يفرض حضوره ويدخل في كل تفاصيل حياته. هذا هو جوهر الصراع. حتى من هذا الأساس أنا أنطلق على موضوع آخر، إن المسألة هي ليست قومية. عندما أتناول موضوع إيران هذا جزء من الصراع القومي أو الفكرة القومية قبل ظهور التي سقطت مع عبد الناصر وحرب 67. هنالك مرحلتان، مرحلة الموجة القومية التي اعتبرت نفسها حل لمواجهة العالم الآخر أو العالم الحديث اللي هو الغرب، وقالت بأنه نحن عرب وأم عربية واعدة ذات رسالة خالدة. هذه انتهت يعني ما مشى معنا. نعم. وحدثت نكسته. النكسة الثانية هي يوم 7 أكتوبر. والنكسة الثانية استمرار حلقاتها بقتل حسن نصر الله. يعني خلينا يعني 7 أكتوبر يعني بدأت الحقبة الذي بإمكاننا أن نستنتج يعني بقوة بأن المقاربة الدينية ما مشت معنا حتى هذه أفلست و نعم هذا هو. هناك نكستان. تعليق بسيط لكي نكمل الصورة. أنت تقول يعني نعم الإيران لها دور، ولكن أنت مشيت إلى تحليل الميتا يعني الفوق هيليكوبتر، قلت هذا صراع ما بين الحداثة والدين. هذا ولكن أنا لا أرى دين آخر يصارع الحداثة إلا الإسلام. هل يجوز أن نقول هناك الآن صراع ما بين الحداثة والدين الإسلامي الإسلام؟ طبعا نعم هذا هي نعم نحن نشهد الآن نهايات الصراع. هذا الذي يحدث الآن نهايات الصراع. تشنجات الأخيرة. أنا كتبت تعليق على فيسبوك بتاعت فيما يبدو أن إسرائيل تشن حربها الأخير في المنطقة، هل هذا صحيح؟ لأن هو هاي الحرب الأخيرة، لأنه كما قلت لك إنه هي حرب وجود وليست حرب حدود. يعني الشعار الذي رفعه الإسلاميين أو القومتيين قبلهم حرب وجود لا حرب حدود مع إسرائيل، الآن هو هذا الشعار الإسرائيلي وهي قادرة على تنفيذ هذا الموضوع. الفكرة اللي أقولها إنه هنا الآن حسن نصر الله يمثل هذا الشيء، يمثل هذا الضربة أو أنت لو أنا شفت الناس يكون دما على حسن وأنا أعرف مشاعر، لأن أنا أيضا من جذور شيعية من جنورة وأعرف مشاعرهم وأعرف انفعالاتهم وأفهم جيدا وأقدرها طبعا مناسب، لأن هذا أيضا ضحايا. والقضية وين هي؟ أنا أعترض فقط على فكرة أن هنالك شيء اسمه إيران تتدخل بشعوب المنطقة. لا، هنالك طبقة دينية من السادة والأشراف وجدهم رسول الله ونسلهم يرجع للكاظم. هذه السردية الإسلامية هي هكذا. أيضا هنالك سردية موازية فشلت حتى نجيبها بالتسلسل. السردية الوهابية انتهت، السردية السلفية انتهت، القاعدية الداعشية، هذه كلها حلقات ضمن نفس المشروع المواجهة مع العالم الحديث. ممكن أن نراها هذه حلقات أو تشنجات الأخيرة. هي لا الآن هي المشكلة، هذه المشكلة مع حسن نصر الله وجماعته، أنه هؤلاء لا يفهمون الواقع.
ولحد الآن لا يفهمون الواقع ولا يفهمون المتغيرات. وإسرائيل ما قدمته بغض النظر عن إسرائيل دولة مجرمة أنا ما عندي مشكلة، ونتنياهو مجرم هذا موضوع آخر، هذا موضوع آخر موضوع في حلقة أخرى. والبعض عندما إيش رأسا يفكر بهذه الثنائيات الاستقطاب معي ضدي حلال حرام كافر صهيوني، هذه المواضعات السخيفة والساذجة إحنا في يجب أن نكون في غنى عنها. المسألة أعمق بكثير الآن نسيت، يعني تلاحظ الآن أين القضية الفلسطينية، هاي هاي الناس نسيت القضية الفلسطينية، نسيت كل القضايا. يعني هذه طبيعة الناس، يعني لما يحصل حريق في مكان آخر يعني يتوجهون إلى هذا الحريق. لا حتى حماس شو حماس لا قاتل القضية الفلسطينية، لا ما لها علاقة. خلينا نفهم هاي المعادلة، حماس ما فعلت يوم 7 أكتوبر ليس بهدف، ليس من أجل القضية الفلسطينية، علينا نفهم هاي المسألة، هاي قضية أساسية. إلى أبو عصماء، هل تظن، يعني عندي سؤالين، هل تظن بأن إسرائيل أو دخلت يعني في حرب طويلة المدى، هذا أولا، وثانيا أبو عصماء ما مصير جنوب السودان، جنوب لبنان، هل ترى يعني عسكريا بأن إسرائيل ستقتحم يعني مساحات هائلة في جنوب السودان لكي تبني بفر كما يعني هذه من قاعدتها أو من ثقافتها العسكرية، أو كيف ترى المستقبل؟ بالحقيقة التكهن بالمستقبل قد ما يكون واحد دبلوماسي بحكيه بيكون ضرب من، يعني أسهل واحد أنه يشتغل شغل العرافة من أنه يقشع ما قد يحصل قريبا، لأنه مبدئيا على الرغم من أنه شفنا بالعشرة أيام اللي مرقوا شفنا تفوق إسرائيلي يصل إلى حد الخيال العلمي الميتريكس، استعملوا التكنولوجيا إلى أبعد يعني، وما خفي كان أعظم. نحن هون على الأرض عم نتابع قديش البيجاسوس كان عم يعمل عمايله أنه يقرروا يغتالوا شخص على طريق جبلية، يتصلوا بالسيارة اللي هي خلفه يقولوا له لو سمحت يا أخي خفف سرعتك لأنه نحن ناويين أن نغتال السيارة اللي أمامك. هذا خيال علمي، أنك تقدر أنت تتحكم ب3000 بيجر بلحظة معينة وتفجرهم كلهم، هذا بحد ذاته خيال علمي وغير مسبوق في التاريخ. هذا عم نحكي بالأيام اللي مضت، بهال 24 ساعة اللي صارت حاليا إسرائيل بدأت بتوغل بري وصار ريح لها 30 عسكري ما بين جندي وضابط، هذا لا يعني لا يتماشى مع الفكر العبقري اللي كانوا ماشيين فيه بالأسابيع الماضية. كونهم يبلش، أنا الصراحة بكل مراقبتي للموضوع لم أستطع أن أفهم أو أن أحلل ليش بدهم يعملوا الغزو البري، صدقني ما بعرف أبدا. بعدين إقحام إيران، لو ردت إسرائيل، نحن منتظرين الساعات القليلة القادمة لأنه أعلنت رسميا إسرائيل أن سترد وسترد على المفاعلات النووية الإيرانية، هذا إذا حصل هذا الشيء نحن رح ندخل بنفق ما فيك تعمل غير انك يجب ان تربط الحزام وتعمل جات بوب كورن وكل واحد حسب مزاجه واين او بير، عرفت كيف، ويقعد يتفرج لانه لن يكون لك متسع من المجال الا ان تتفرج على ما يجري. تطور الاحداث مثل ما هي ماشي فيه بطلنا عم نشوف الافق تبعها. السيناريو كان مثل ما كان ماشي بالاسابيع الماضية، في تغير بالقرارات الايرانية واضح جدا. ما حصل لحزب الله هو عبارة عن انسحاب إيراني من سحب السجادة من تحت حزب الله. وضعت إيران أمام خيارين أن تختار ما بين نفوذها بلبنان أو نفوذها في مكان آخر، وهي اختارت المكان الآخر. ما هو المكان الآخر؟ موجود قدامك على الشاشة، ما بين العراق ولبنان. يبدو أنه إيران يعنيها العراق أكثر بكثير من ما يعنيها لبنان، فهذا اللي صار. مجموعة الاغتيالات اللي صارت بهالكم شهر اللي مضوا كلها متلاصقة وكلها مرتبطة. بدأت إذا انتبهتوا بقاسم سليماني، قاسم سليماني لم يقتلوا أحد، قاسم سليماني تم إزاحته لأنه سيشكل حجر عثرة في هذا المخطط القادم، صار حجمه أكبر من أنه يأتمر ويقول سمعنا وأطعنا، صار يشكل فعلا عبء عليهم وهن اللي قضوا عليه. أستاذ منصور، أنا أرى أن إسرائيل متجهة، يعني سهامها ستتجه يعني في نهاية المطاف إلى إيران، يعني بالضبط. هل هذه رؤية يعني بالضبط؟ أنا أقول لك، يعني أنا إحنا هنالك طبعا بالتأكيد هنالك احتمالات وهنالك نظريات مؤامرة وهنالك قضايا معقدة جدا، لكن أنا دائما ألجأ إلى الأجوبة السهلة أو ما هو أكثر منطقية وأكثر واقعية وأكثر فرصة على التحقيق. القضية ببساطة حتى نفهمها جيدا،
نعرف ان ايران كانت خطتها هي مشاغله اسرائيل، وهي قوه اقليميه، وهي مساله طبيعيه. ايران قوه اقليميه جباره وكبيره في المنطقه، وعندها مشروع، هذا قضيه اساس، مشروع ديني، مشروع ما اعرف شنو، المهم عندها مشروع، مشروع سياسي واستراتيجي. مو مثل ان احنا العرب ما عندنا اي مشروع، ناس يعني على باب الله كما يقول، يعني بياعين خضره يعني. بس هم عندهم مشروع، هذا المشروع جاي يشتغلون عليه ويأسسون دولته. هذا المشروع يصطدم مع مشروع الإسرائيلي أو النفوذ الإسرائيلي أو المشروع الأمريكي، مشروع هيمنة. حتى تمارس هاي الهيمنة لابد أن ندافع عنها. بس ما الذي حصل؟ حصل أنه بالعراق حركوا عليها صدام حسين الغبي ودخل عليها وسوينا المشكلة مالتها. فهم قال لك أنا حتى نتخلص من هاي المشكلة ماذا نفعل؟ سنحيط إسرائيل بميليشيات من كل الجهات، نحيطها من خلال الحوثيين، نكسبهم، ندعمهم ماليا، ومع الوقت هو يعني مشروع على مدى 20-30 سنة استمر يعني، و40 سنة يعني. حسن نصر الله هو ابن مشروع، ولم يظهر حسن نصر الله بالصدفة هكذا، لا، إن لم يكن هناك حسن نصر الله سيظهر آخر، لأن هو ضمن البروجرام، ضمن البروجرام المشروع البروجكت مال الخامنئي، وهنالك يعني مراكز بحوث اشتغلت على مؤتبرات. فالنتيجة أنا قال لك إحنا ما نعطي فرصة للدخول في حرب، ولا نسمح لأحد بتوريطنا في أي حرب. ولحد الآن إيران تحاول تكرر نفس القضية، إنه تقول أنا ما لا أريد أن أسمع لأحد بأن يورطني في حرب. حاولوا معهم نزار شريف في أفغانستان طالبان، وداسوا في بطنهم يعني، وضربوا القنصلية الإيرانية في أفغانستان وذبحوهم، ولم مع هذا لم يتورطوا، وكانت المشكله كبيره جدا، بحيث لا يمكن لاي دوله تحترم نفسها تتجاوز الموضوع. هم قال لك لا، احنا طريقتنا يسمونها سياسه الضفدع، يقول لك او الضفدع في القدر، فيقول لك احنا هذا الضفدع اللي اسمه اسرائيل نتركه على نار هاي يوميا، يعني نتعبه استنزاف منا، قصف من حزب الله، حسن نصر الله يضرب له فقاع يعني مفرقعات من هنا، حماس تضربه من هنا، سكينه بالشارع يوميا ما ادري شنو. فهذا اسرائيل دائما تعبانه، ميليشيا عراقيه تضرب لها صاروخ ما ادري وين. فهذا الوضعيه استمرت، صار 7 اكتوبر اسرائيل قالت اوكي كنت اتحمل المساله، لكن الان وصل الكيل او وصل السيل الزبر يعني هنا وصل يعني، فما بها مجال. الذي حدث الان سياسه الردع الاسرائيليه سقطت يوم 7 اكتوبر وفشلت فشلا ذريعا. ماذا فعلت إسرائيل؟ وسياسة الردع الإيرانية يوم 7 أكتوبر نجحت نجاحاً باهراً. الذي حصل أن إسرائيل قالت أوكي سياسة الردع القديمة أنا اللي اسمها جزء الأشوف في ما لي تبعها، بدأوا يعملون على سياسة ردع جديدة، وهي سياسة البتر والقطع والكسح. هذا مفهوم، هذا واضح بين حتى هذه السيناريو. ما أجى صدفة، إنما أتى ضمن مشروع واستراتيجية جديدة، يعني نعم. ناس عقول تشتغل خلفها. نعم، كانوا سيناريوهات يعني محطوطة، ولكن ما في واحد في إسرائيل، وما كانت يعني ما كانت داعي أو المحفز لتنفيذ هذا السيناريو. لكن الآن تطبيق أنا وصل إلى جواب على سؤالك. حتى وصل إلى جواب على سؤالك هو هذا، إنه اللي حصل إنه إسرائيل بدأت تمارس هاي العملية. فماذا فعلت؟ إنه عندما تفكر إيران بإحاطة إسرائيل وإشغالها بهذه الميليشيات وضربها المستمر وضرب المصالح الأمريكية بطريقة أو بأخرى وإشغالها، مع الوقت يقول لك بعد 10-20 سنة هذول سينهارون وسيتعبون وسينهكون. لكن الذي حصل يوم 7 أكتوبر قالت لك إسرائيل خلاص أنا أضرب إيران مباشرة، لن أسمح لأحد أن يحاصرني بالميليشيات، ولن أسمح بوجود شيء اسمه حماس داخل بلادي أو داخل بلادي المعترف بها رسميا، حتى بعض يقول لك لا أنت ولا لن أسمح بوجود أي واحد يرميني بحجر. فأني هاي سياسة الردع الناجحة لإيران كافي. الذي حصل هو أن الآن إيران متورطة بعد سنة من هذه السياسة الجديدة، سياسة الردع الإسرائيلية الجديدة. الآن إيران تشعر بأنها مارست سياسة ردع غبية جدا، ولا تعرف ماذا تفعل، بدليل أنها الآن ما تعرف يعني جاي يضربوها يدوسون. واضح ما كان عندها السيناريو بي وسي ودي يعني. اليوم هذا جوابا على سؤالك ماذا تفعل. اليوم نفس الولي الفقيه طلع قال نحن لا نستطيع بعد الآن أن نصبر على هذه الاعتداءات علينا، وهذا يعني فاد يعني أصبحت القضية الكبرى أن ثمن الصمت الإيراني بات أكبر من ثمن الحرب أو الدخول في حرب مباشرة، وهذا اللي راح يخلي إيران راح تدخل في حرب انتحارية نهائية. وأنا متأكد لا مفر من هذا، لا مفر من حرب
شاملة بين إيران وبين إسرائيل، وإسرائيل مستعدة لهذا استعدادا جيدا، وتقول فأدفع هذا الثمن الآن بدلا من أدفعه بعد 10 سنوات. نعم، هذه يعني كيف نقول ديسيجن أو قرار اتخذته السياسة الإسرائيلية، يعني أن تنزل البولدوزر كما نقول، تخطيط أو استراتيجية الإطار أو تبطر أو تقطع، يعني تستأصل هذه الميليشيات يعني بطريقة عميقة وجيدة. الآن نعم أبو أسماء، أنا أرى أن نتنياهو أو سياسة نتنياهو بدأت بالقريبة الأول حماس، لأن الحماس هاجمت، والآن حزب الله، والخطوة الثانية، وهذا سؤال في نفس الوقت لأستاذ منصور، والخطوة التالية ستكون ماذا؟ هل ترى أن سوريا، لأن سوريا حتى في سوريا أيادي إيرانية وفي العراق أيادي إيرانية، ماذا سيحصل؟ وأنت لا تحب التكهنات أو speculation، ولكن ساعدنا لكي ننظر شوية في المستقبل أبو أسماء. أنا اللي أتفضل فيه الأخ منصور، أنا أتفق معاه كلمة، بحب بس ضيف شغل صغير عليه، أنه إذا بتنتبه متى بدأت الجبروت الإسرائيلي يتصاعد وتقوى سطوته، إذا بتلاحظ زمنيا بعد أن تمكنوا وأرسوا دعائم ما يسمى بالاتفاق الإبراهيمي، إذا انتبهت اليوم كثرة الأعداء والتو ماني فاريبلز في المعادلة، لما يكون أنت عندك معادلة رياضية معظم العناصر غير معلومة ستكون أنت متوتر والرؤية أمامك ضبابية. اليوم فعليا الخرق اللي عملته إسرائيل في إن صار عندها حلفاء مش تحت الطاولة علنا، هؤلاء الأشخاص لن يفاجئوا بأي مواقف لا على المستوى الشعبي ولا على المستوى الرسمي ولا على المستوى حتى الدبلوماسي، فقدرت تعزل إيران بشكل كتير كبير، لأنه إيران دايما اللعبة الدينية عندها هو كارت بتشيله على الطاولة. من يقول إنه إيران الفارسية قد يهم الأقصى اللي هي بحد ذاتها بهمة ما يكون عندها مقدسات لا بفلسطين ولا بالسعودية، بهمة البزنس تبعها يكون الزيارات الدينية تكون عندها، الدين عندها إيه بزنس يصل إلى الخمس ويصل إلى السلطة. فاليوم لما قدرت إسرائيل فعلا إنه وضع العراق ما في شيء بيفاجئ فيه، وضع ليبيا ما في شيء بيفاجئ فيه، وضع سوريا ما في شيء بيفاجئ، إذا صارت تقدر تتصرف مع إيران من الند للند دون أن يحصل مفاجآت قد تقلب المعادلة، ومن هون بدأت الخطة باتجاهها، وهو التدرج بالموضوع. لا يمكن أن تشتبك إسرائيل مع إيران وحزب الله هو على أبوابها. توقيت 7 أكتوبر من الصعب التكهن هل هو عملية بريئة ولا عملية تشبه 9-11، لأنه أنا قناعتي الشخصية أن 9-11 كانت مبرمجة تماما وما كان فيها أي شيء من التلقائية، عملية متفق عليها. 7 أكتوبر لها ما لها وعليها، قد يكون فعلا بدأت من خارج إيدهم وتمت استغلالها بالطريقة أفضل استغلال، فأنا هذه إضافتي أو مطبقة متفق عليها يعني بين من ومن. أستاذ منصور وأبو عصمة، السؤال الأخير، يعني عندي أسئلة كثيرة لكي لا نطيل، يعني هذا الموضوع ثقيل جدا وجد معقد. إسرائيل، يعني نحن نتفق 3 بأن إسرائيل متوجهة إلى إيران لا محالة، إلى الكونفليكت أو الصراع أو الصدام المباشر قد سيحصل. أبو عصمة، أنت سمعت، أنا سمعتك تتكلم عن الخطاب نتنياهو اللي كان خطاب يعني جد ذكي، هل تظن أن إسرائيل لها سيناريوهات أن تواجه إيران مباشرة يعني عسكريا وحتى إيديولوجيا، ستحاول أن تزيح أن تسقط هذا النظام الديني الشيعي يعني في إيران، يعني خطين متوازيين؟ شوف، إسرائيل هذه مش أول مرة بتحاول بهالطريقة، وحتى الثورات اللي حصلت بإيران بالسنتين الماضيتين كانوا بما في شك بوقود خارجي ودعم خارجي وكادوا أن ينجحوا. النظام الموجود بإيران مثل ما هو حاليا يعني ممسك بمفاصل إيران كالسرطان الخبيث، أن واحد يكون من السذاج يقول أنه بكبسة زر والله نحن باستطاعتنا أن نزيل هكذا نظام إله أتباعه اللي مستعدين يموتوا كرماله من باب ديني، لا يعني لا يمكنك أن تتخيل ما مدى تأثير الأدمغة المغسولة، قديش بيقدروا يكونوا قنابل بشرية موقوتة. فالأيام القادمة بالرد الإسرائيلي على إيران هو سيجيب عن سؤالك مش أنا، لأنه إذا كبرت إسرائيل البكار وضربت ما قالت عنه المفاعلات النووية، عرف أنه نحن صرنا باللف الأخيرة للمواجهة، وساعتها ما حدا بيضمن شو راح بيصير فعلياً.
لأنه حتى إيران إذا بدأت ترد في إذا بدك الأنفاس الأخيرة سرح يكون رد مزلزل ومدمر بعيدا عن كل سياسة توازن الرعب وعض الأصابع. هذا الذي أردت أن أصل إليه يا أبو عصمة. أستاذ منصور خلينا في هذا السؤال، هل تظن أنت وأنا يعني أفهم من أبو عصمة أن إسرائيل في مواجهتها يعني في المستقبل هي متجهة إلى إيران، هذا اتفقنا عليه، أن تستعمل أي وسيلة لكي تربح هذه المعركة، وأقصد بذلك الأسلحة النووية. أعطيك سيناريو، أنا سمعت يعني الخبر مش موثوق يعني وعميق جدا، أن إسرائيل مستعدة أن تعمل في مياه إيران، تعمل مثلا تجربة نووية لكي تردعها وتخويفها النووي. لا، هو إسرائيل مستعدة أن تفعل كل شيء مع إيران. إيران أنا لا أقول إيران، أقول الولي الفقيه، لأنه كلمة إيران فيها من العمومية الكثير، وهي من مخلفات الحروب القومية والخلافات القومية بين العرب والعجم والفرس. فأنا أعتقد كلمة إيران يجب أن لا تطلق، ويجب لأنه تعطي صورة مختلفة للواقع. فالكلمة الحقيقية هي أن هناك صراعات دينية، صراع الولي الفقيه يريد أن يسيطر، أو دولة أو السيد الخليفة أو الخلافة، هو الخلافة على المستوى الشيعي وعلى الخلافة على المستوى السني. هذا المشروع فشل، المشروع السني الخلافة فشل، الآن بقى المشروع الشيعي. المشروع الشيعي الآن يلتقط أنفاسه، ليس فقط لأن هنالك إسرائيل ستريد أن تضربه، لا، لأن هنا الحاضنة الشعبية لهذا المشروع أثبتت فشلها، لأن هؤلاء يعني استغلوا الناس واستحقلوا الناس وامتهنوا كرامتهم وقتلوا واختالوا وسرقوا ونهبوا وأفسدوا ودمروا الشعوب ودمروا مجتمعات ودمروا بلدان. وهذا بالمناسبة ليس طعنا بهم، لا، هو هذا الدين، هكذا الدين، الدين هو هذا. يعني هي مسألة مو أنه أن الدين يعني هذا رحيم وراح ينشر الأخلاق الفاضلة، لا، وحتى الكذب والممارسات الكاذبة والفساد هو جزء من الدين. ما فعله كما قال أبو عصمة، أن كان أول أيام حزب الله كان يتاجر بالمخدرات وبالاحتيالات، وكان يشتري ويبيع بالرهائن ويكسب الأموال، هكذا جمع أموالهم. هذا جزء رئيسي من الدين. بالعكس، هذا ليس يعني موضوع، كمان أنا ما شرحت الموضوع، هي المسألة ليست أخلاقية، بالعكس الأخلاق لا علاقة لها بالدين. كل ما يفعله هؤلاء مجاز شرعا وفقهيا ودينيا، مجاز وموجود، وأنا مطلع على هذا. الوسيلة تبرر الغاية في الدين، أو الغاية تبرر الوسيلة، بالعكس، أو الغاية توسيلة. إذا هو بالنسبة السؤال، السؤال للجمهور ومهتم بهذا السؤال، هل تظن، أنا أظن ذلك، أنا أقول بكل صراحة، هل تظن أن إسرائيل سوف لا تتردد أن تستعمل الأسلحة النووية؟ أنا لا أقول لك يعني الأسلحة النووية الكبيرة، لكي الصغيرة يعني لكي تقضي على الولي الفقيه. لا يحتاج، ما يحتاج. الآن أنتم أسلحة أخطر من القنابل النووية، هذا السلاح الرهائن اللي بالبنجر هذا. هذا أقوى من السلاح النووي. هذا أقوى، يعني أنت تقدر الآن بتأكد ويكون واثق أنهم الآن يقدرون يدخلون غرفة نوم الولي الفقيه ويقتلون مكانه وهو نايم. لأنه القضية مو عملاء، أكو خطأ عند الناس، هنالك أكو طرق اختراق الكترونية الآن. أو الخليط ما بين عملاء، يعني دائما تحتاج الناس. العملاء الآن هم ليس كما هو سابق، أنه واحد مثلا يكون تلقى قيادي في الجهة التنفيذية للحزب الفلاني أو بالقيادة السياسية أو بمصلحة تشخيص النظام، لا، ما يحتاج. مجرد الشخص يأخذ معلومة، مثلا ماذا أكل فلان في اليوم الفلاني، أين تغدى وأين تعشى، هاي المعلومات فقط، وممكن يعني يحصلها من أي واحد، ماذا كتب في تعليق اليوم، قضايا كثيرة جدا. يعني بس يأخذ الاي بي مالته من يكتب بتويتر، هذا ممكن معلومة تستثمر في برامج وسوفتويرات معقدة. المهم الفكرة، السلاح النووي الآن، حتى السلاح النووي الذي تحلم به إيران، هو أصبح سلاحا متخلفا. يعني هو فرحان يريد يسوي سلاح نووي على مود يحمي نفسه. العالم تجاوز هذا الموضوع، تأخروا، يعني هو سلاح تقليدي. الحرب تخوض إسرائيل مختلفة تماما، والآن لحد الآن الناس يحاولون يعني يفهمون ما حصل، ولكن مراكز بحوث تحاول أن تفهم ماذا فعلت إسرائيل، كيف استطاعت اختراق هؤلاء، ما هو الجهد الاستخباراتي والجهد الإنساني والمراكز العلمية التي قامت بكل هذه الأشياء، وقالوا لدينا المزيد. فالفكرة أنه إيران الآن في صدمة، شوك هائلة، لا يعرفون ماذا يفعلون، وكل مشاريعهم على مدى 40 سنة أثبت إسرائيل قدمت لهم الدليل الدامغ
بأنهم في حالة انهيار، في حالة ضياع، لا يستطيعون حتى التواصل فيما بينهم. صحيح الآن أكو دعاب منفردة، رجعوا دعاب منفردة على طريقة القاعدة وداعش، والآن في جنوب لبنان صحيح جاي يواجهون بالمحاولات الدخول البرية، لكنهم دعاب منفردة، يخافون واحد يتصل بالثاني بتليفون عادي، تليفون الأرضي يعني. فتخيل هؤلاء إلى أي وصل، إلى أي حال وصل أمرهم. صحيح هم في حالة صدمة، لكن هذا الضياع وهذه الفوضى التي هم فيها حاليا هذه كفيلة بأن ينتهون في فترة قريبة. إسرائيل ستدفع ثمن غالي خلال شهرين القادمين وثلاثة أشهر القادمة إلى نهاية السنة، وستتلقى ضربات قوية من إسرائيل، من إيران، صواريخ باليستية. لكن كما هو الحال مع حماس، تبدي تطلق صواريخ أول أيام بأكتوبر نوفمبر، وراها ديسمبر استمرت، وبدأت الصواريخ الباليستية تنتهي يوما بعد آخر. وسنجد أن الأمور ستوضح لنا بأن إيران هذه الدولة هي كانت نمر من ورق، وكانت يعني سبع البرمبة على المعفاة والمساكين من أمثالنا في لبنان وفي سوريا وفي العراق، لكنها كالحمل الوديع أمام إسرائيل وتخطب ودهم. والآن يتوسلون، الآن بصراحة مثل الحماس يعني يتوسلون على وقت إطلاقنا وإيران. لكن نذكر، بس أذكر بالملاحظة، إيران كانت من أكثر أمريكا الجهة الوحيدة التي ستنقذ رأس النظام الإيراني هي أمريكا. أمريكا، وهذا المفارقة الكبيرة، أمريكا هي نفسها اللي تحالفت مع إيران في احتلال العراق وتدمير الشعب العراقي وتدمير الشعب الأفغاني، هي نفسها اللي تحالفت مع إيران. هؤلاء عفنا من الدين، الدين مجرد شعار، لكن القضية الأساسية مو بس شعار، هو الدين أصلا موجود حتى يكون شعار. يعني هذا الشيء الذي هو الدين موجود حتى يكون شعار، حتى يكون حجة، حتى يكون مبرر، وليس العكس. فعن البعض قال هذا ما لا يمثل الدين، لا، هو الدين هكذا موجود. القضية إيران هي التي تحالفت مع أمريكا، وأمريكا لديها مصالح مع إيران. صحيح هم هذا لا ليس تضييف معه، لا، أنا أقول العداء مستحكم بينهما، مش أصدقاء، ولكن هناك مصالح يتفاوض ويدخلان في ملفات وتعاون مشترك. أوكي أستاذ منصور ناصر، شكرا على وقتك وعلى طاقتك، يعني حطيتنا ونزلتنا في السياق الموضوع الجد جد جد معقد. ابقى معنا أنا كلمت صديقنا كما قلت أبو عصمة أنيس شوشان، وكتب شيء جميل بعنوان لما زلزلت لبنان حرفيا، وهذا في خطر صديقنا أبو عصمة. اليوم الذي زلزلت فيه بيروت حرفيا، وكان هناك أناس يبكون ذويهم، يبكون أبرياء، كان هناك أناس آخرون يوزعون كنافة، وفي نفس التوقيت كان هناك أناس آخرون يبكون لأنهم خسروا في مقابلة السوبر الإفريقي. في الوقت الذي الخطر يزحف من كل مكان وينعدم فيه الشعور بالأمان، هناك أناس تتساءل لماذا محمد صلاح لم يكن بالقائمة الرسمية للكرة الذهبية. في الوقت الذي الخطر يطير فوق رؤوس الناس، هناك من يتساءل أترى فينيسيوس من حقه أن يكسب الكرة الذهبية هذا العام؟ الحمد لله، والله الحمد لله أن هناك أشخاصا مثل محمد أبو تريكة حتى في منبر رياضي يدافع عن المبادئ ويدافع عن الحق، ومني له احتراماتي سيدي، احتراماتي لكل حر لا يخاف من أن ينطق بالحق. تفيد شو هذا؟ شنو هذا يسميه، أنا يسميه العلف البلاغي. الصوت ما في صوت. رضوان افتح عامل ميوت. هذا يسميه العلف البلاغي، هذا من ضحايا الجزيرة. نعم، ولكن في قناتنا يعني نحاول أن يعني نعرض أفكار مختلفة بألوان، يعني ما دامت يعني لا تشجع إلى العنف والكراهية نقول الناس. أنا لا طلع، أنا عندي أي واحد عليه علامة استفهام من يقول أبو تريكة يطالب بالحق أو كلمة الحق، أي واحد يستخدم كلمة الحق رأسا نحطه على الشمال، أقول هذا لا رجاء فيه ولا نفع ولا دفع، كله ضرر، مجرد تستخدم كلمة الحق. نعم.
نعم. أنا ممكن أعمل للأخ منصور كوبي بيست لأنه ينطق بلسانه يعني 100%. أنا لما جاب سيرة أبو تريكا ظهرت ابتسامة على وجهي لم تظهر منذ زمن بعيد بعيد بعيد، لأنه لسخرية الأقدار أنا قريب جدا من ملف أبو تريكا أكثر مما البعض قد يتخيل، وبعرف هذا الشخص كم هو إنسان ما رح نستفيد بس غير صادق، وإنسان متلاعب وإنسان زئبقي والبدكي. حتى بآخر خطاب اللي طلع فيه اللي عم يتفضل عنه الحكي عنه الأخ أنيس استفز الإعلام والحضور بشكل لا يمكن تتخيله، قال لهم للعالم أنه أنتوا إذا طالعين تتفرجوا على قناة بإم من أجل الكرة فأنتم مخطئين، نحن هنا لما هو أبعد من الكرة. إذن فهو أعطى لنفسه صفة ما حدا أعطيها، لا إدارة بإم ولا الجمهور اللي هو مشترك في قنوات بإم ويدفع الاشتراكات. الناس الموجودين بقناة بإن موجودين ليحضروا رياضة، فلما يطلع شخص يتبجح عليهم ويصادر آراء أنه إذا أنتوا كنتوا على قناة بإن لتشوفوا رياضة امشوا، هذا مش حقه. شوف قديش الغطرسة الغبية اللي عنده إياها الرجل هذا، كم زرع في رأسه من التفاهات، وتحية للأخ منصور، من العلف اللغوي انه ينطق. انا عجبتني اخ منصور العلف اللغوي، حاستاذنك ابقى اخذها زيد اللكسيك تبعي لمصطلحاتي. كان عندي استاذ كان يقول لي لما تعمل هكذا في الفن يعني على الفني كان والماني الاصل كان يقول لي لا 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 تفعل هذا رضوان، هذه ايش تشبي لغاية يعني، هذا لاعب اطفال لاعب اطفال بعد بكلام بريء جدا. بس فعلا لانه ما تم علفه به فهو علف يعني. السؤال يعني انا عن قصد، ما دور الخطير بتاعت مثلا القنوات كالجزيرة وكذا التي تبيع للناس وهم أنها محايدة وتشتغل على الصحافة، وفي نفس الوقت يعني ماذا يحدث؟ هل بإمكانكم أن تشرحوا؟ تفضل. القضية ببساطة، الجزيرة هي وسيط بين القوى الكبرى، بين القوى المتنفذة والشارع العربي. هذا الشارع شارع بسيط ضحل ثقافيا و متخلف عقليا مثل هذا الشخص اللي طلع الان متخلف بجميع المستويات، لا يعرف ما يستخدم مصطلحات لا يعرف معناها، لا يعرف مبغاها ولا يعرف مدلولها ولا يعرف مآلاتها ولا مصادرها ولا اي شيء. يستخدم كلمات هي كلها متكرره من خلال الجزيره، قنوات الجزيره، يخلط محمد صلاح بهذا الشخص فيسيوس ما اعرف لاعب وكذا وكذا، فهذا هو خلطه، ويستخدم كلمه الحق لكنه لا يعرف شيء الناس. هذه الجزيره موجوده لامتصاص، هي القوى الكبرى تعمل هكذا دائما. القوى الكبرى تعمل بطريقة أن هنالك جمهور سطحي، وعي سطحي، عقل محدود، فدائما هؤلاء قوى موجودة لابد أن نجمعهم تحت راية محددة، مثلا راية إخوان المسلمين، راية واحد مثل أبو تريكة. أبو تريكة هو بابليك بيجا يعني، فهذا موجود. أبو تريكة هو ما مثال. أنا يعني أريد يعني أنا أتعلم مع الجمهور مدى الخطورة، وما يعني الجزيرة كمثال كفاعل يعني كيف تتناسب هذه الأشياء. وثانيا هذا سؤال ثاني لكما، كيف أتعلم أنا يعني الإنسان من العامة أن أغربل يعني الحق من الباطل؟ لا تستطيع. يعني قلت أيضاً إعلامي، وأنا اشتغلت مدير وكالة أنباء وسكرتير وكالة أنباء، وأعرف الجمهور عاوز كده. فهؤلاء يقدمون الجمهور، صحيح هم مجرمين، هم يسوقون بضاعة لكنهم مجبرين على تسويق هذه البضاعة، لأنه وإلا لن يستمع لهم أحد. المجرم الحقيقي هو الناس، المجرم الأكبر هو رجل الدين الذي يسيطر ويهيمن على الشارع وعلى الزقاق وعلى المحلة السكنية الفلانية. هؤلاء هم الذين يصنعون وعي الناس، هم الذين يفسدون وعي الناس. هؤلاء يعني ليس مجرد رجل دين وعنده جامع، لا، هذه مراكز متقدمة لغسل العقول. فبالتالي الجمهور مغسول عقله من قبل رجال الدين، لهذا السبب شوف رجل الدين موجود في كل حارة وكل زقاق حتى في أبعد قرية. هؤلاء مغسول عقولهم من قبل هؤلاء. فبالتالي عندما تأتي الجزيرة، تحدث مع من مثلي ومثلك العلمانيين أو الناس اللي لهم علاقة بالحداثة والفكر والوعي، لا، احنا ما نفيدهم يعني. سأقاطعك، حتى اليوتيوبرز مثلنا مثلا، وهذه خطورة جدا، حتى يعني هذه التصرف يقول لك لا أنا أريد عدد مشاهدات تكون كبيرة جدا، ولا يهتمون بالمضمون وصدق القول والتحليل. لا، الأخطر، الموضوع أخطر من قضية المشاهدات، لا، أخطر من هذا الكثير. هذه قضية تتعلق بالسياسيين، رجال الدين الكبار،
هؤلاء يخاطبون الجمهور، يقول لك انا احتاج الى جمهور، احتاج الى اجواء، احتاج الى ناس يسمعون امري، فانا بالتالي السياسي كيف يحجز له مكان؟ لابد ان يكون شعبوي بطريقه او باخرى. يعني هاي الديماغوجيه اساس، هو الدين باكمل عباره عن ديماغوجيه، الدين الموجود هذا سبب نحن متخلفين، لان لا توجد، لا تفرز طبقه من النخبه تستطيع ان تعيد النظر في الواقع الحياه وترسم مشاريع او تضع مشاريع موضع التنفيذ وموضع التطبيق في المدارس، في المعامل، في الشارع، في المقهى، في الاخلاقيات اليوميه. لكن الاخلاقيات كلها سيئه جدا. الان عندما اشوف ناس يبكون على حسن نصر الله وهو موضوعنا الاساسي، اقول هؤلاء مساكين، لانه انت تبكي على هذا الشخص على اساس، وهو يقول ان هنالك من بكى من اجل حسن نصر الله وهنالك من لعنه. وهذا الشيء افراز حقيقي لمشكلتنا، تعبير حقيقي عن مشكلتنا. نحن نقول الشيء وعكسه، يعني نفسهم الاسرائيل في سوريا كانوا يرفعون صور حسن نصر الله، بعد ذلك هو اتت جماعته وذبحتهم. ونفسهم هذا يعني بان وعي الجماعي العربي خاصه نتكلموا عليه هو مشوه جدا، وحتى النظره الى الواقع وقراءه الواقع مشوهه جدا. وعي الجماعي ما تقول العربي، وعي الجماعي البشري. نحن كبشر كائنات جمعيا بدائي جدا جدا جدا، وانما الحالات المتميزه هي حالات فرديه. ما في سبيشيز على وجه الكره الارضيه، ما في احد الانواع الاخرى اللي يوجد واحد على مليون هم من يحكم. يعني اذا بتطلع مبدئيا، خذ نسبه مئويه، نجيب 1000 شخص اختصر فيهم البشريه، من هال1000 شخص كم شخص بيعرف يصنع ادويه؟ حتقول لي ولا حدا. طب كم شخص بيعرف يصنع كهرباء؟ ولا حدا. كم شخص بيعرف يخترع كمبيوتر او موبايل؟ او ولا حدا. اذا البشر من دون هالنخبه تبعهم هو صنف جاهز للزوال in no time. صرنا نحن كبشر كصنف تواكلي بشكل مش طبيعي. معظم 8 مليار هم من الطبقات الاستهلاكية اللي بتقوم بمهام بسيطة جدا جدا وتتكل على نخبة فيما تتنفس. وتخيل لأي درجة بقطر. يعني نحن هلأ قاعدين أنا وسيد منصور ونبي الفن وعم نتحدث مع الأصدقاء، وكل شيء مأمن لنا من التيار الكهربائي للكمبيوتر للباندويتس للإنترنت للسيرفر، وهذا كله نحن ما قلنا دعوة فيه. يعني تخيل نحن للعالم عم تنظرنا بإعجاب إنه ما شاء الله شو هالمتحدثين اللبقين، نحن في الدرك الأسفل من المستهلكين نضغط على ستارت ونبدأ بالعمل. فتخيل إنه أنت اليوم لو ما حدا جاب لك كمبيوتر، يا رضوان قديش عندك إمكانية إنه أنت تطلع ببث؟ بتقول لي أبو عصماء مستحيل، أنا بحاجة لكمبيوتر لحتى أطلع بالبث. بالوقت أي قطة تصاب بخدش تلعق جروحها وتشفى. تخيل الفرق بيننا ككائنات. فما نكون نحن قاسيين على بعضنا ونقول نحن إنه نحن الوعي الجماعي عنا مشوه. أنا كان إلي شانس إني تقريبا لفيت معظم بلدان الكرة الأرضية وتواجهت مع كتير شعوب، وبتشوف في شعوب من المفروض إنها عظيمة، وبتجي بتطلع بثقافتهم على المستوى الوعي الجمعي هن من أبسط ما يكون، وممكن أدلجتهم وخداعهم بشكل لا يمكن أنك تتخيله. في عنا شعوب على وجه الكرة الأرضية ممكن ينتخبوا رئيس جمهورية لمجرد يشوفوا صورته هو وزوجته وابنه وبنته ومعهم كلب، إنه هاو كيوت، ممكن هذا الشخص يطلع رئيس جمهورية. فتخيل قديش ممكن هالشعوب يكون عنده وعي تافه. فمع الأسف كما قال جبران خليل جبران، إذا بتسمح لي بعيدا عن الأخ أنيس لنرتقي شوي بالكلمات البلاغية، بيقول جبران خليل جبران: والعدل يبكي الجن لو سمعوا به، ويستضحك الأموات لو نظروا، فالسجن والموت للجانين إن صغروا، والفخر والمجد والإثراء إن كبروا، فسارق الزهر مذموم ومحتقر، وسارق الحقل يدعى الباسل الخطر، وقاتل الجسم مقتول بفعلته، وقاتل الروح لا تدري به البشر. الله، شكرا أبو أصماء، شكرا. لكي أكون منصف لي صديقنا أنيس شوشان، أنا كلمته وقلت له بصراحة أنا لا أتفق معك في ما تقوله دائما. سأعرض عليكم معضلتي. هذا مو تونسي الولد؟ هذا هو تونسي. أنا هذه مكالمتي، عنده فيديو مشهور. نعم، أنا هذه لو تراها حديثي معه، فقال لي مرحبا، كما يقال الاختلاف لا يفسد للود قضية. أكيد ممكن استعمال
استعمال فيديوهاتي. هو رجل هو جميل يخاطب العقل نعم. الجمعي الموجود نعم. وهذه طريقه انا اعتبره شخص ناجح نعم بالفعل ناجح ويعرف كيف ياكل الكتف ومبروك عليه. لكن بالنسبه انا نحن بالنسبه اننا لا نتحدث يعني عندما نتحدث على مستوى معرفي على مستوى خارج عن القطاع خارج عن الجماعه. لكن هو له انشغالاته كل واحد له انشغالاته وهو من حقه ان يتصرف ويستثمر الوعي الشعبي العام ويخاطب هذه الانفعالات التي رسخها في العقول كثير من الدجالين والمحتالين والسياسيين اصحاب الكاريزما من ايام الناصر. حتى نحن لا استاذ منصور حتى نحن لا اقول لك نخبه حتى نحن اصحاب كاريزما وحتى نحن لنا مسؤوليه لكي نطلع على اليوتيوب يعني ونبدي بارائنا وننشر ثقافه السلام وثقافه لا بس احنا عندنا كاريزما خاصه بالمستوى محدد اكو ليفل اكو نيفو خاص بينا. لكن احنا بالنسبه للشخص هذا الشاعر هو شاعر اعتقد هو يخاطب بالعقل الجمعي الموجود المتوفر وهي هو ذكي في هذا المجال انا اعتقد في هذا هو ذكي ويخاطبهم وهو ربما مؤمن بما يقول لا ندخل في النية. ولكن معضلتي أستاذ منصور معضلتي هنا في هذه البرامج هو يقول يعني عنده مقالات أخرى يعني أنا أتفق معها ما في مشكلة. معضلتي كانت يا أبو أصماء أنا أريد أن أستعمله ألف لكي يعني يكون تنوع في أفكارنا في هذه القناة في هذا البرنامج. ثانيا أنا لا أريد أن أتعامل مع صفحتي بطريقة انتقائية. رضوان أنا متفق معك تماما. يمكن انفعال الأستاذ منصور بدمه العراقي الحار جدا عرفت كيف عبر بشكل بركاني بينما أنا جلست أنا وراء صورة الهادئة عرفت كيف وطبعي الهائد والثبات الانفعالي وانبسط من ردة فعله عرفت كيف أنه حارب قارع طريق اي بس الفكره انا ساده جدا يعني اطلع على السؤال لا طبعا وعلى فكره هذه خصله حميده لانه فقط اصحاب القلوب النقيه للاناء ينضح بما فيه فهذه بحد ذاتها هي 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 ميزه وليست عرفت كيف نقيصه لا صراحه بس مرات واحد يفسد الموضوع لا بس الفكره عند الاخ انيس ما استفزنا الاخ منصور وانا هو اليوم لما يطلق حكم بشكل قد يكون مضلل انا شخصيا اعوذ بالله من كلمه انا يستفزني يمكن الاخ منصور اول مره بنلتقي سوا بهيك لقاء بس انت بتعرفني من بثوث سابقه انا بالنسبه لنا انا اقدس المعلومه الدقيقه يعني مبدئيا قبل ان انطق بشيء ببقى متاكد وعامل الهوم ورك تبعي. ان يطلع شخص ويطلق الهاك يعمل بروموتينج لشخص مثل ابو تريكا هاي بطلت العمليه عمليه راي. حتى انت لما سالت عن حسن نصر الله بتحداك يا رضوان رجع احضر الحلقه لتعرف هل انا احبه او اكرهه. لا يمكن انت تستشعر لما يطلع انسان ان بابليك لا يحكي بده يحكي ينطق الكلام المتوازن اللي يكون فيه اضافه وليس انطباعه الخاص بما فيه يضلل. يعني اليوم لما بيعمل لي ابو تريكا عباره عن شخص طاهر عرفت كيف مناضل شريف هذا تضليل للراي العام عرفت كيف مش هذا ليس مكانه لا هو ما يدري لا هذا الرجل ما يدري انا منصور معاه لكن الرجل هو هذا ثوبه هذا لونه هو لونه كشاعر شبه بين الشاعر الرسمي او الشاعر الشعبي هو بين فهو يعني الخط مالته او اللون مالته يخاطب ما هو سائد ويعيد إنتاجه. نعم. كفى. أداة للوصول إلى الجمهور. نعم. كفى على أنيس نعم. ولا قد نختلف طريقة مشروع. ما لا هو كل واحد أسلوبه يعني هو من حقه. لا أنا أردت أن أستشير يعني هذا كله يعني أنا كانت عندي مواضيع لا أستشير معكم. إذا أنا سأبقى أستعمل كلماته والمفاجأة الثانية أنا سأدعوه مرة لكي أناقشه في مقالتي. وانا سالتقي به بالمناسبه انا شاعر ايضا عندي 3 مجاميع شعريه فلا لا يفوتني الامر يعني نعم وعندي عندي لك شاعره ممتازه يعني لا يمكنك ان نعم. تعارضني فيها هذا لكي اخلق توازن في هذه نعم. الحلقه جدران من بحر البسيط مثلا الشعر عمودي قديم يعني فمثلا اقول لك يعني حتى احلل لك نعم.
إيه بس رضوان لحظة، بس بك تستضيفه للأخ أنيس، بك تستضيفه بوجود السيد منصور، وإلا هذه الاستضافة لا مصداقية لها، ولا نكهة ولا رائحة ولا طعم ولا لون. أنا عم نبهك سلفا، بس بدك تستضيفه يا بيكون السيد منصور موجود يا بلاش منها لو سمحت. لا أنا 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 لا أنا فشلكم يعني. لا 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 وردة وردة. هو عادة أسد على حد لا ينشرح يعني. عادة أستاذ منصور لا يهتم بأشياء كهذه، ودائما يتكلم يعني من خارج الصندوق. أنا أنصح كل واحد أن يزور قناته، يعني أنا أستفيد، ويعني غالبا يفاجئني بزوايا التي يتطرق إليها. أنا سأستضيفه وأنا سأرتب معكم من يكون حوار. وصلنا إلى فقرة الحوار. نظرا للوقت أعزائي، نحن لازلنا في البثوث التجريبية. نظرا للوقت قلت يعني إذا استدعيت أنيس يكون حوار ولا تكون مناظرة. وما الفرق بين الحوار والمناظرة؟ وما الفرق بين المناظرة والنقاش أعزائي؟ الحوار هو أعزائي المتابعين هو من 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 أكبر ومن أعلى الفنون. حتى الحوار مع الذات، حوار مع نفسك، يعني هو فن كبير. لكي هل تجري أنت أو أنا حوار صادق مع نفسك من حين إلى آخر؟ أنا لا أقول لك كل يوم، مرة في الأسبوع أن تحاور نفسك بصدق، ما يكون معك أحد، ما في خجل، ترى يعني بدقة وتحاور نفسك بدقة. هذا فن يعني من أصعب الفنون. ثانيا الصعب هو أن تحاور، أن أحاور أنا أبو عصماء وأستاذ منصور، نحن يعني من يعني أفكارنا تتشابه ولا نصطدم ومؤدبين، ومع ذلك يبقى الحوار. أنا أتكلم عن الحوار لا على النقاش أو المناظرة، هذه سنراها في حلقات أخرى. ومن الصعب حتى هو فن كبير أن تحاور شخص يعني أفكاره تشابه أفكارك. ما بالك أن تحاور شخص يختلف معك تماما، يعني 360 درجة في موضوع ما. غالبا نحن نميل إلى يعني الحوار، يبدأ كحوار وبعد ذلك يصب في صراع للأسف، والصراع لا يؤدينا إلى شيء. حتى أنا شخصيا لا أحب المناظرات، لأني أرى أن المناظرة ما ساعدت الإنسانية إلى الأمام، ولكن هذا رأيي الشخصي. ولكن عندي لكم صديق ولا يعرفني وأنا لا أعرفه، ولكن غالب الناس تعرفه وأبو عصماء يعرفه. ما رأيك يا أبو عصماء في محمد صالح؟ كيف هو يحاور الشخص الآخر الذي يختلف معه تماماً يعني في العقيدة أو في الرأي؟ أنا أراه إنسان متميز جداً. بصراحة كل الاحترام لسيد محمد صالح، أنا ما بقدر يعني أعطي فيه رأي كتير، أولاً لأني ما بعرفه على المستوى الشخصي، فما بقدر أحكم إلا من خلال ما أراه على شاشة. مما لا شك فيه أنه إنسان طيب جداً، مجروح جداً، ينظر إلى شعره الأبيض وشيبته وينظر مثلنا جميعاً بلوعة، أنه نحن قد قال أنه بيوم من الأيام سنغادر هذا الكوكب، ولم نرى منه إلا مزيداً من القرف والتخلف والجحود وانعدام العدل والإنصاف في هذه الدنيا. ما فعلته الأديان بأهلنا بنا وبأولادنا هي جريمة لا تغتفر. فكل إنسان عنده نوع شعور من الكرامة والألم ما بيعيش، لأنه انتبه نفس الأديان هناك من يركب الموجة ويتحول إلى داعية ويعمل ملايين من هذا البزنس. يعني محمد صالح بما يعرفه من معلومات وفن الخطاب اللي عنده إياه، لو تحول إلى داعية دينية كون أكيد كان عم يعمل فلوس بكل معنى الكلمة. كونه بتشوفه هالقد متألم وناقم، بتفهم ساعتها قديش جرحه عميق وقديش ما مدى أنه يكون إنسان طيب عم يعطي من وقته ويتحمل إهانات الآخرين لحتى يوصل صورة هو مؤمن فيها. مثله كتار وحتى قبل منه بكتير صديقنا المشترك أحمد حرقان البطل، اللي بطبيعة الحال ما في بث بيطلع فيه وبيكون مرهق إلا ما يسب ويشتم، وهو يتألم يقول له يا جماعة الخير أنا تربية مساجد، أنا ضاع 28 سنة من عمري وأنا تائه أحمق والآن صحيت، ويتمنى الخير للجميع. هذا اللي حكيناه بالبوزيتيف عن محمد صالح. محمد صالح إذا ما نحكي مش بالنقد، يعني من النقد الموضوعي، كثرت البثوث عنده والأحاديث اللي فيها شاء يعني عن قصد أو عن غير قصد سيقع في الروتين، وهذا مع الأسف
انه نحن كعرب حاليا بعد ما بنعرف نشتغل كجامعات، كل ما يطلع عنا بيطلع عبارة عن مجهود فردي. وانتبه للشيء اللي عم يقول لك هذا لا ينسحب على محمد صالح او على اليوتيوب، اطلع نحن بانظمتنا، يكفيك انه يجيك رجل عظيم في فترة محددة كي يرتفع بالأمة الى ما فوق السحاب، يقتل ينتحر بيخلص عمره بيموت، هذا كل ما فعله الى زواله بيجي اللي بعده بيدمر كل شيء، لانه ما عندنا سيستم، عبارة عن مجهود اشخاص وليس عن سيستمز ومؤسسات وفكر متتابع. فبخلاصة لا، محمد صالح إنسان جميل جدا، محبوب جدا، وأنا أتمنى له طول العمر والتوفيق بما يفعله. أتفق معك جملة وتفصيلا. دعنا أن نرى، ولكن أنا أراه أنه يتقن فن الحوار. دعنا نرى مقطع وبعد ذلك سأعطيكم مسك الختام. لا، سنمشي إلى الشاعرة التي وعدتكم بها، التي أنا يعني أعشقها، ولكن أولا فن الحوار مع الشخص الذي يختلف معك تماما في الآراء أو في النظرة في الحياة، مع محمد صالح. بروح بدفع فلوس، بروح أجيب الأكل، إيش دخله هو بي؟ لما بمرض بروح للمستشفى، بروح بتعالج، إيش دخله بي؟ لما بجوع بروح باكل، إيش دخله بي؟ شو دخله هو؟ شو اللي عنده إثبات إنه واحد من هذه الأمور تبع؟ أنا أعطيك الإثبات، هو خلقك، هو اللي خلقك يعني. هو مو خلقني انا، ابويا نام مع امي انا جيت، مثل ما ابوك نام مع امك انت جيت. بس شو دخل بهاي الموضوع؟ بس هو اللي خلق البشريه، هو اللي خلق حاجه انا، يعطيني واحد هو خلقه. بلاش الان، جيب لي اي شخص هو يقدر يخلق لي اي شخص هو يخلق لك اياه، خلي يخلق لي انسان واحد عشان اصدقه، بينما انا شفت مليارات البشر ناموا مع بعض وجابوا اولاد. خلي هو يجيب لي نموذج واحد هو ممكن يخلق لي. طب ما عندك الاستفسار جميله مش تبعي، ثم بعد ذلك تجي وتقول لي أنت هو اللي خلقك، أنت كيف تكفر بي؟ حتى لو هو خلقني، أنا ليش ما أكفر بي؟ مش أعطاني عقل عشان أستخدمه، لما استخدمته شفت أنه هذا الكلام كذب غبي. ثم أنا هو ما كان يعرف أنه أنا راح أكفر بي مثلا، ليه يجي يسبني؟ لذلك عملية أن النفس أمارة بالسوء هي مش النفس اللي أمارة بالسوء، الدين اللي هي أمارة بالسوء. طب والنفس اللوامة التي تلوم صاحب على فعل السوء، النفس اللوامة، أنت مثلا ما استخدمت حالك؟ لا يعني مثلا انت يعني خلينا نقول يعني انا مثلا من صغري مثلا كنت اعرف مثلا الشيء الخطا، يعني تميز، هاي فطره موجوده فيك بتميز الخطا من الصح. ابدا، انت لو كنت ولدت في 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 واحده من المجتمعات الدنيئه في الهند، انت كنت راح تعتقد انه ربنا خلقك عشان تكون عبد حقير ذليل لهذه المجتمعات اللي فوقك في الهند. انت الان انت لما بتعتقد انه فيه صح وغلط، هو هذا بسبب التربيه والمحيط الاجتماعي برصق لديك هذه المفاهيم. انت عندك ما عندك هذه المفاهيم. هناك بعض الامور انت قد تنزعج منها لانك كائن اجتماعي، مش لانك انت كائن عندك فطره. ما فيش حدا عنده فطره، والدليل انه كل طفل حطه في محيط معين راح يتعلم عادات وثقافه هذا المحيط. طيب بس لكن هذا الطفل فطره، بس هذا الطفل لو حطيت طفل في الغابه ما راح يطلع يصلي ويقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ولا راح يطلع يتكلم اللغه العربيه. ما فيش فطره فيها يعني. يعني يعني هل بدك تحكي لي انه الطفل مثلا لا يستطيع ان يميز يعني الامور مثلا، يعني لما يحكوا له ديدي يعني واوا مثلا، لا يعني تعمل هيك شيء، لا كذا؟ طب هنا بيعلمه هو لحاله بيصير عنده يحرق. لما يحرق ايده يصير عنده ذاكره بانه في حاجه اسمها وجع مثلا. ثم لما الأب والأم يجون يقولوا له هذا واوا يعني هو بيصير عندك ألم، فهو لما بي 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 بيحرق إيه، الأب والأم بيعلموا صار عندك واوا ما أدري شنو، فبيصير عنده في ذاكرته هذه الكلمة، هذا الملامح، هذا الكلام مرتبط بالألم، فبيتعلم. جميل جدا، يا بعد قوي. وهذا الطفل، هذا الطفل نفسه، عرفت كيف؟ لما بيجي يضرب أخوه، عرفت كيف؟ ما بيصاب بتأنيب ضمير، بينما لما ابوه وامه يعنفوه على هذا الكلام بيشوف انه انا ما بدي اضرب اخوي. نشكيو بيهم ليك ناس بناشم من نشكيو جمد الدم سايقهم، يا ربي توب عليهم ولا ما تبتش عليهم، جمد الدم في عروقهم حتى يتمنوا للموتى فلا يجدون. يا رب يا رب يا رب. نعم، هذا كان حوار يعني محمد صالح يعطيني دائما الانطباع انا وفي دردشة مع صديقي اعرفه يعني من زمان، كما ان يعني الكاميرا ما مفتوحة، ما هم على الانترنت، فحبيت. ولكن
في ناس يقول لك التكرار يعلم الحمار ويستعمل يعني كل مرة نفس التوبكس نفس المواضيع، قد يكون ممل ولكن ممكن له خط تحريري أن يكرر ويكرر لكي تترسخ بعض المبادئ الحداثية في أذهان الناس. أنا لا أعرف منصور هو صديقك، هو أنت درست مع محمد صالح، أنا كنت نسيت. لا هو أول واحد طلع عندي قناة يعني. نعم كيف تعرفه؟ لا صديقي يعني زمان يعني كنا نتحدث دائما الحوار بيناتنا شخصي يعني من سنوات طويلة يعني 3 سنوات أو 4 قبل أن يظهر، وكان يعني يظهر ما يطلع صورته يعني، فاستغربت بعد قبل سنة ونص بدأ يظهر علني، قلت يعني هاي جرأة كبيرة من عنده، استغربت كثير يعني. نعم وجاء من حالة صعبة جدا كإمام وكشيخ يعني خرج من هذا الدين يعني. لا هو مش شيخ، هو كان مدرس أو معلم بالمساجد ما وصل لدرجة الشيخ، بس هو متبحر بهذه الأمور وهذا عالم يعني. وكما قال الصديق أبو عصماء أنه فعلا هو هذا هو يدي دور ممتاز جدا للتوعية. أنا طبعا عندي اعتراضات، لأن هذه الاعتراضات لها علاقة بالفكر، لها علاقة علم الأديان، علاقة بفلسفة الدين، مفهوم الدين، لكن هو ما معني بهاي الأمور، هو معني بمحاورة الناس العاديين، وهذا دور عظيم ويشكر عليه. وفي الوقت نفسه هو يقدم خطاب تفصيلي تفكيكي تحليلي للخطاب الديني، وهو على دراية ودربة وخبرة عظيمة بهذه التفاصيل وأسمائها والعقائد والمذاهب والطحاوية والحنبلية والماتريدية، فعد اطلاع واسع، وحتى الاطلاع الفقه الشيعي وتفاصيله. وطبعا أنا مرة حكيت له قال هذه يعني، قلت له كيف تحملت حياتك كلها تقرب هاي الأشياء، قال يعني ثرثرة وقضايا لا أول لها ولا آخر، تفاصيل تافهة، ولكن هاي قضيت عمري بها. المهم هو الرجل يقدم خطاب للناس. الحقيقة وين المشكلة الخطيرة في محمد صالح، أو لا مو محمد صالح، المشكلة خطيرة في مجتمعاتنا بأكمل، لأن نحن لا نعرف ما هو الدين، نحن نجهل معنى الدين، نحن نعتقد بأن الدين هو الله، والله هو الدين، والإسلام هو الدين، والمسيح هو الدين، هاي قضية ما لها علاقة بالموضوع كله، هاي كلها حجج وقصص، وهذا يقول الله ما هو الله والفطرة وغيره وأشياء من القبيل. إحنا مشكلتنا الكبرى ما نعرف ما هي وظيفة الدين، ما معنى الدين. هو ببساطة الدين هو القطيع، هذا تعريف الشخصي، الدين هو القطيع. الحجج بعد ذلك على أن الدين هو هنالك إله، وهذا الإله موجود وهو خالق كل شيء، هذه كلها حجج ومحاولة لإثبات وجود الله. الله هو حال المال يعني، عندما أقول لك الآن هل تؤمن بوجود المال؟ ستقول لا طبعا، لا يعقل أن لا يوجد مال، المال موجود، لكن بحقيقة لا يوجد مال، المال غير موجود يعني مفهوم. إذا فكرت يعني هذا حال الله. بالنسبة للناس هم تعودوا على فكرة وجود إله، مثلما تعودوا على فكرة وجود مال، مو أنا أقول مال وليس دولار أو ذهب أو شيء، لا المال فكرة المال، فكرة هذا العملة المعدنية، أكو عملة معدنية بيننا، هاي العملة هي تعطيك قيمة. الله أيضا قيمة، الله عندما تقول الله أكبر هذه تعطي قيمة للمجموعة التي تعيش معها، فأنت عندما فبالتالي هذا أنت تشعر بالتآلف مع هذه الجماعة، وهذا الطفل الذي يولد ضمن هذه الجماعة يفهم، لكنه رأسا عندما يشعر بأنه موجود ضمن مناخ هندي أو هندوسي أو مسيحي، فبالتالي هو يشعر بأن القيم اختلفت، والقيم من القيمة الفاليو يعني، أكون هنالك معيار ومقياس، مقدار إيمانك بهذا الإله أو شيفو أو يهوى أو مشيئة أو الله، فأنت كل يعني هذا أو شو نسميه الغراء الاجتماعي بتعبير دوركهايم. فالسيد محمد صالح يعمل على المستوى الشعبي ويخاطبهم بالأعراف والقيم التي وبلغتهم بلغة دينية ولغة الجزيرة بصوت الجهوري كما يقال أو الجهوري، فيخاطبهم بهذه الطريقة ويجيد امتصاص غبائهم وحماقاتهم وسبابهم وشتائمهم، لأنه يعرف القضية وين، لكنه لا غير معني بأكثر من هذا، وهذا شيء ممتاز. لأن يعني كل واحد من أدنى يجب أن يعرف دوره. يعني أنا مثلا بالنسبة لي أنا أخصص نفسي القضايا لفهم ما يحدث، هو أخصص نفسي. أحمد حرقان أيضا عنده مجاله، أكو واحد أيضا آخر عنده مجاله، كل واحد له لون وله طعم ويقدم للناس ما يفتقدونه
يعني المعارف الآن الموجودين الآن صحيح أثرهم هائل وكبير جدا مثل محمد صالح، أنت مثلا في هذه القناة، أبو عصماء بعدما يقول هذه كلها بعد ذلك مشارب وسواقي ستجتمع ويعطيك طيف. نعم يعطيك طيف. المقصود أستاذ منصور أن للمتابعين الآن ولاحقا يعني أن تزوروا موقع أبو صالح لكي تتطلعوا يعني على أسلوب آخر. أنا بعض الأحيان يضحكني ويغضبني السفيد، وبعض الأحيان أراه ممل، ولكن هو شخص يعني ظاهرة فريدة من نوعها في الحقل الديني بين قوسين المتنور. أنا سأختم معكم كما وعدت بأستاذة لا أعرفها، أعشقها يا منصور، أعشقها. أنا بحث عن زوجة وصديقة لحد الآن. سنتنافس. مبروك عليك يعني. سنتنافس. لا 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 لا. بس قصدي أنت مبروك عليك أنا بعد وبعد ذلك يعني ما في أحد منكم أبو عصبة أو منصور أن تنتقدها. يعني أنا جد موضوعي، أظن في نفسي جد موضوعي، إلا هذا الشخص، وسأعطيكم مسك القتال. هل أنتم واجدين؟ ردي. سيدتي هذا ظلم. كلب يتمتع باللحم وشعوب لا تجد العظم، كلب يتحمم بالشامبو وشعوب تسبح في الدم، كلب في حضنك يرتاح يمتص عصير التفاح وينال القبلة بالفم، وشعوب مثل الأشباح تقتات بقايا الأرواح وتنام بأثناء النوم. Who are they؟ قومي. Don't mention them. قومك هم أولى بالذم وبحمل الذلة والضيم. هذا ظلم يا سيدتي. أين الظلم؟ ومن المتلبس بالجرم؟ أنا دللت الكلب ولكن هم أعطوه مقاليد الحكم. نعم أستاذ منصور، مسك الختام. أحمد مطر هو يعني ما أحب شعره، يعني أعتبره يعني ما أحبه، بس هو يخاطب مثل محمد صالح، يخاطب هذا الناس، الناس اللي ثقافتهم بسيطة، فناجح طبعا، ناجح ومشهور ومطلوب ومرغوب، لأنه يقدم لهم كما يقول السياب شوكولاتة الثقافية يعني. اشتيت الشبيل غاية. ثقافية يعني. شكرا أستاذ منصور. أبو عصمة مسك الختام، القطار مشى معنا بسرعة. فعلا أنا ما رح علق كتير على آخر مقطع عشان مش عايزين نخسر بعض مع فقرة مدتها 30 ثانية. إنما أنا بعرف بهيك بقدرة البسيطة على التأمل وقراءة ما بين السطور، أنت ما جذبك إلى هذه الأنثى الجميلة هي أنها بتشبه ظلك وأنت على خشبة المسرح. أنا راقبت الفيجر تبعك رضوان، أنت واقف على المسرح، الطريقة اللي بتحرك فيها إيديك وكتافك، الطريقة اللي بتقف فيها، هذه الإنسانة تخيلت ظلك على الأرض أنت عم تتمشي على المسرح، أنت منجذب إلى للأسباب اللي أنت ما بتعرفها. يعني لو نحن ما حطينا صورتها وحطينا هذا الشعر كنت حتقلي WTF اللي هي what the fuck. بس أنت جذبت إلى لأنه فيها شيء كتير منك، هاللحظة الجنون مع لمعة العيون، مع الحركة العصبية المليانة بالباشن اللي هي أمبير دي تو قليلة من كل شيء، هي هذا اللي جذبك فيها. فدائما إذا عرف السبب بطل العجب. لا أنا لازم أضيف شيء، يعني أنا بالنسبة لي أنا أعاني من جفاف عاطفي. اتبعت ما تقول بالضبط. يعني أول القصيدة كفر، عم تحكي عن أحد أجمل المخلوقات الكلب وعم توصفه بالذلة، يعني أوريدي هي خسرتني من أول كلمة الكلب، إنه ها ماله الكلب. أحمد مطر هذا خطأ أحمد مطر، هذه خطأ أحمد مطر. لا بس هي لطيفة. لا أنت بتعرف لعن الله عاصره وحامله وشاربه وناقله وبائعه، يعني هذا خطأ أحمد مطر وخطأ الأخت اللي عم تذيعه وخطأك أنت اللي عرضته. فشوف شوف اللايرز تبع الأخطاء، عرفت كيف؟ شكرا، وأنا أحبك جدا، أحبك جدا جدا. لا بس هي لطيفة جدا وكانت تتحدى يعني تقرا وتلقي بطريقه ممتازه ولطيفه. طبعا مع النص يعني. وهي طبعًا. جميله جميله ايضا طبعا، وواضح انه هي لديها روح كبيره و يعني عندها طموح يعني تفهم العالم وان تعبر عن شخصيتها، وهذا شيء ممتاز وحلو يعني. نقطة نظام، شو اسمه رضوان، نحن الاستاذ منصور وانا، هل اعطيناك في هذه الليله ما تحب؟
أنا أعطيتني أكثر. جاوبني على طريقة أبو عصماء، نعم أو لا؟ نعم. طيب معناتها أنت هلأ بك تعطينا نحن ما نحب، بدنا نسمع من الأستاذ منصور بعضا من أشعاره ولو بيتين نختم فيهم. أوكي نعم. أنا ما حافظ والله، ما حافظ شعر يعني، بس يعني أشياء كثيرة، لكن ما مو بالي أشياء. أي ما يأتي إلى خاطرك، وقد يكون هذا الشيء جميل جدا. أنا تكتب تفعيلة، ولكن عندي جملة هسه تسجلت ببالي. تفضل. جملة نثرية هي، لكن بها صورة، صورة بها عمق، بها تحتاج تأمل، والمشكلة عندما أقرأها يراد لها تأمل، يعني ما لا يمكن أن تتلقاها فورا يعني. أيتها السماء ابتعدي قليلا، أريد أن أرفع رأسي. أيتها السماء ابتعدي قليلا، أريد أن أرفع رأسي. واو، هذا يسمى، هذا الستايل يسمى في الفن بالمينيماليست. واو، هذا التريومفاليزم المحمود، لأنه عادة التريومفاليزم شغلة ممقوطة، إنما هيدي عرفت كيف، هي النغزة اللي هي لا يمكن أن تنتقدها. صح لسانك. أنا سعيد جدا بهالسهرة، أنا متأكد إنه من التداخل المشاهدين حبوا كتير هالسهرة، وأهم فيها اللي زينا الأستاذ منصور. أنا جدا سعيد صيتك سبقك سيدي الكريم، سواء عبر نبي الفن بالتقديم اللي قدم ليها قبل ما نطلع باللايف، قال لي رح أجمعك بشخصية لن تنساها، وفعلا صدق فيما قال. وأصدقائي على الخاص اللي قالوا لي أوه سيد منصور رح تشوف ملا شخصية رائعة جدا، عندنا أصدقاء مشتركين بحبوك بشكل رائع جدا. لا أنا شخص نكرة، ما حدا يعرفنا أصلا. يعني أنا شخص out of the area. Aren't we all؟ نحن كلنا ما عندنا تغطية يا منصور، فقراء. صديقي الصديقي العزيز منصور، هذه مش آخر مرة سيكون عندك مقعد في قطار مع نبي الفن أبو عصماء، حتى وخلاص صديقي والكوتش ومعلمي وأخي. شكرا شكرا جزيلا على حضوركم في البث الثاني التجريبي. يوم السبت سألقاكم بحلقة أخرى تكون قصيرة، لأننا نحن تجاوزنا الآن ساعتين. ما تبقى لي، لا أنا أريد أن أعتذر للناس على 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 أصدقائي على لايف شات، يعني ما كان عندي وقت ولا تركيز لكي أنشر تعليقاتكم، كنت من حين آخر أتابع ورأيت تعليقات جميلة جدا. أشكركم على وجودكم معنا، وما يتبقى لي إلا أن أقول لكم مودتي وشغفي وحبي لكم، وليلة سعيدة.